أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي الـ Central Nervous System الموتور Lecture 3، وهي خاصة أساساً بالـ Non-Auditory Labyrinth، الأذن اللاسمعية، لكن في عجالة هنقول جزء صغير في الأول عن الـ Brainstem، الـ Motor Functions of Brainstem. فنتوكل على الله نبتدئ بالـ Motor Functions of Brainstem. فاحنا الوضع كالاتي، ده قصادنا البرين ستيم زي ما انت شايف، والبرين ستيم ده اللي هو الميد برين بونز مظلة، في حاجتين مهمين. حاجة خدناها السنة الماضية اللي هي السنترز اللي بيتحكموا في الريسبيريشن، ريسبيراتوري سنترز، كارديوفاسكولار سنترز، اند جاسترونترينت. من الناحية التانية عندي، يعني في نفس المكان بس مفرجك من الناحية التانية من الصورة، سنترز برضو خاصة بالموفمنتس، اي موفمنتس، كومبلكس ريفلكس موفمنتس، وبعدين البادي بوشر اللي هو برضو ماسلز. يبقى أول حاجة موجودة في البرين ستيم مهمة اللي هي السنتر بتاعت الريسبيريشن والكاردو فاسكولار والجاسترون تراك، والسنترز اللي بتتحكم في الماسلز اللي هما بتوع الاي موفمنتس وبتاع الكومبلكس ريفلكس موفمنتس وبتوع البادي بوش. تاني حاجة بقى في الريتيكو فورميشن، عندي يوجد نوعان من الخلايا، نوع صغير وكتير اللي هو السنسوري سيلز هم بشاروا عليهم بالليزر، ونوع الموتور سيلز تتميز نمرة واحد بانها اكبر، اتنين بان عددها اقل، ثلاثة ودي الأهم إنها بتتلقى impulses من السنسوري سيلز. يعني لو هنشوف ده هيبقى تأثيره إزاي. فنبتدي بالموتور لارج سيلز، دي بتدي two branches، ascending branch وdescending branch. الascending branch بنسميه اسمين، reticular activating system أو باختصار الراس، لكن في اسم اقل شهره واطول شويه الناس ما بتحبش تطويل يسموه ascending reticular activating system. خلينا في reticular activating system واحنا فاهمين ان هو ده الascending. ده وظيفته ايه؟ هو ده اللي بيبعت كهرباء، هو كهرباء الكورتكس، يعني بيبعت impulses للسيربرال كورتكس، كل الكورتكس. طب عشان يروح للكورتكس احنا اتعلمنا قواعد في السنترال نيرفس سيستم، مفيش حد يقدر يدخل على البيل كورتكس غير لما يعدي على السكرتاريا اللي هي الثالاموس. طيب عشان يروح لكل الكورتكس يبقى الطالب ذكي لازم يعدي على نون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي، لان في الثالاموس فيها يوجد نوعان من النيوكلياي، سبيسيفيك توديك لاريا معينه، ونون سبيسيفيك توديك لكل الكورتكس. فالنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي مرورا بالبيزل جانجليا هيودوك لكل الكورتكس، ودول مسؤولين عن ايه بقى؟ الكونشسنس، حاله الاستيقاظ اللي احنا فيها، الالرتنس، مسؤولين عن كهرباء المخ. يعني لما بنعمل الكترو انكفالوجرام، رسام المخ الكهربائي اللي بيعمل الكهرباء هو الراس، وهو اللي بيخليك متيقظ. بدي اقول لكم جملة جميلة جدا، ان لو قطعنا الراس، ده حصل ورم قطع الراس، دخلت في غيبوبة، ولما نحط جهاز رسام المخ الكهربائي ما يسجلش اي كهرباء، وده اللي بنسميه يا اولاد افتح ودنك الموت الاكلينيكي. يعني ما هو الموت الاكلينيكي؟ سو سيمبل، انك انت جاست قطعت الكابل الاساسي اللي بيودي كهرباء للكورتكس اللي اسمه ايه؟ الراس. حتى انا بقولها بطريقه لا تنسى يا اولاد عشان تبقوا تفتكروها، فبقول الراس اللي بيعمر الراس، يعني بيعمره بالكهرباء وبيعمره بالوعي. تقطع الراس بقيت ديد هيد، بقيت موت اكلينيكي، يبقى ده الراس. يبقى الراس بيروح لكل الارياز اوف ذا كورتكس مرورا بمين؟ سؤال ام اس كيو، النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي. واوعى تنسى، ما هو عشان يروح لكله يبقى ما يروحش للسبيسيفيك، يروح للنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي، وده مسؤول عن
الكهرباء بتاعت المخ الالكتريستي بتاعت السيربا كورتكس، ومسؤول عن حاله الكونشسنس والالرتنس اللي المفروض ان احنا كلنا فيها دلوقتي. نيجي ناخد الناحيه الثانيه بقى، الديسندنج برانش اللي هو البرانش اللي من تحت. انا مش عارف بس مين غير لي اتجاه الحاجات دي. طيب يلا نحطها كده. الديسندنج برانش، هذا الديسندنج برانش بيدي تو تراكس كنا خدناهم في المحاضره الاولى في الموتور. بيدي الفنترال ريتيكولو سباينال تراكت، خلاص، وده فاسيليتاتوري تو ماسل تون. ومعلومه تاني مهمه في الام اتش كيو، ات هاز جوت انترنسيك اكتيفيتي، هنشوفها بعد شويه. دلوقتي الاوريجن بتاعه ايه؟ الاوريجن بتاع هذا الفاسيليتاتوري اللي هو الفنترال ريتيكولو سباينال، اهو طالع من فوق، موجود في البونز في الدورسو لاترال بارت في البونز، وعنده انترنسيك اكتيفيتي وانه شغال لوحده، بيبعت فاسيليتاتوري امبلسز. خد بالك هو في الدورسو لاترال وبيبعت امبلسز along الفنترال ريتيكولو سباينال، بينما الثاني بقى اللي هو الجزء الثاني من ريتيكولو فورميشن موجود في المدل. في أي حته في المدله؟ في الفنتروميديال، وبيبعت انهبيتور امبلس along. يبقى جايين هنا منين؟ من الريتيكولو فورميشن رايحين للسبانال كور، يبقى نسميه ايه؟ ريتيكولو سباينال. موجود في انهي تراك؟ في اللاترال تراك. حتى لو لاحظت انا سيبوا لك ده في اللاترال وده انهبيتور، ونفس الميديال الفنتروميديال بارت اوف ريتيكولو فورميشن اللي هو في المدله ده، كنا قلناه برضو كان سؤال مهم جدا، ات هاز نو انترنسيك اكتيفيتي. يبقى انا هنا عندي ثلاث اسئله ام اتش كيو احبك تعرفهم كويس قوي. اصعب ان وضع الريتيكولو فورميشن عكس وضع التراكت، يعني عاملين كده بالظبط، يعني اللي جاي من الدورسو لاترال بيروح للفنترال، واللي جاي من الفنتروميديال بيروح لللاترال، فكده بالظبط، يعني نفس الريتيكولو فورميشن عكس التراكت، اللي هنا بيروح هنا واللي هنا بيروح هنا، عشان ما تنساش ابدا. تعالى بقى نقولها تاني، ثلاث معلومات على كل واحد. يبقى الدورسو لاترال ريتيكولو فورميشن، خلاص، اللي هو موجود في البونز ده، اول معلومه انه في البونز. تاني معلومه هو دورسو لاترال، اه، لكن بيدي انهي ريتيكولو سباينال؟ بيدي الفنترال ريتيكولو سباينال، تاني معلومه، خلاص. واللي هي قلنا الاف مع الفي، الفنترال هو ده اللي فاسيليتاتوري، هو ده اللي بيزود ماسل تون. رابع معلومه، عنده انترنسيك اكتيفيتي. الحته دي صعبه، اقولها تاني يا اولاد. يبقى البونتاين ريتيكولار فورميشن موجود في الدورسو لاترال، لكن التراك بتاعه بالعكس، هو دورسو لاترال نفسه هنا، انما يروح فنترال ريتيكولو سباينال، وفاسيليتاتوري الاف مع الفي. التراك اللي موجود في الفنترال اهو، في الفنترال بارت، هو ده اللي فاسيليتاتوري وهاز انترنسيك اكتيفيتي. طب قولوهم انتوا بقى الاربع جمل اللي بالعكس. الريتيكولار فورميشن اللي في المدله، اول معلومه، موجود في الفنتروميديال. طب ده يروح، تاني معلومه بالعكس، فنتروميديال يروح لللاترال، فيبقى اسمه لاترال وجاي من الريتيكولار فورميشن السبانال كور ريتيكولو سباينال. ثالث معلومه ان هو انهبيتوري. رابع معلومه انه it has no intrinsic activity. دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو، احبكم تاخدوا بالكم منها. واوعى تنسى في المعلومتين الاهم في الاربع معلومات، ان التراكت الفاسيليتاتوري اللي بيزود التون بحرف الاف موجود في السباينال كورد في الفنترال، فاسمه فنترال ريتيكولو سباينال. يبقى بالعكس الانهبيتوري موجود في اللاترال كولم. والمعلومه الثانيه المهمه جدا، ان الريتيكولار فورميشن اللي بيعمل فاسيليتيشن، فاسيليتات الريتيكولار فورميشن ده، ات هاز انترنسيك اكتيفيتي اللي هو في البونز، بينما الانهبيتور الريتيكولار فورميشن اللي في المدله هاز نو انترنسيك اكتيفيتي. دي كان في عجاله الموتور فانكشنز اوف ذا برين ستيم، وهي يعني ممكن تيجي لك سؤال نظري، انما في الاغلب يا اولاد بيجيبوها في الام اس كيو. انا بس عايز اقول لكم حاجه تانية لطيفه. احنا قلنا ان الراس اللي بيعمر الراس
اللي هو ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، ده اللي هو الاسندنج برانش بتاع الموتور، والموتور دي بتتلقى امبلس من السنسوري سيلز. عشان برضو مش جاي اقرا معاك وعاوز تفهمه، ايه قيمه ان بتتلقى امبلس من السنسوري سيلز؟ ان كل الاحساسات تساعد على تيقظك، لان السنسوري سيلز هتدي الموتور اللي بيدي اسندنج برانش يعدي على النون سبيسيفيك ثيرميك نوكلاي اكتيفيت كل الكورتيكال ايريز. واديك مثال، حضرتك قاعد كده مش واخد بالك، وبعدين بقول لك بكلم يعني انا عاوز استثير انتباهك، رحت قرصك تبص تلاقي الواحد يعني فجاه فاق كده. ايفن ايقاظ اي شخص بيتم ازاي؟ اقول لك اصحى، يبقى ده السنسيشن هنا عباره عن هيرنج، او افتح النور السنسيشن فيجوال، او ما ينفعش دي ودي اقرصك بينفول، لان على فكره البين هو اكتر حاجه بتستيميليت الراس اللي بيعمر الراس، يعني يوم ما تعجز عن انقاذ واحد بتقرصه. ده ساعات بس ده حاجه الليجال على فكره، انه لما يبقى عيال اندر انستيزيا وبنفوق فيه خلص العمليه يعني مش عارفين هو نايم ولا صحي، ساعات الراجل بتاع البين بيقرصه قرصه صغيره كده عشان خاطر يعمل له اكتيفيشن. ده بيفهمك ليه السنسوري سيلز راحوا للموتور، لان حاله الكونشسنس والالرتنس مبعثها هو السنسوري ستيمولاي، واللي بيبقينا متيقظين دلوقتي هو السنسوري ستيمولاي. حضرتك قاعد سامعني، قاعد مبحلق في السمارت فون بتاعك وبتتفرج على المحاضره. يبقى تاني، في عجاله الريتيكو فورميشن في البرين ستيم بيحتوي على حاجتين مهمين. الاول عندي سنترز للكارديو باسكولار ريسبيراتوري اند جاسترونستاينال، وايفن للماسلز اللي هي اي موفمنتس، كومبلكس بادي موفمنتس او ريفلكس موفمنتس والبادي بوشر. تاني نقطة، لو جالك سؤال نظري، في نوعين من السيلز، سمول سنسوري سيلز، حتى الاس مع الاس، السمول هي السنسوري وعددهم كتير ويبعتوا امبلس الموتور، الموتور اكبر وعددهم اقل خلاص، وبعدين دول بيبعتوا اسندنج برانش وديسندنج برانشز. الاسندنج اللي هو ريتيكولار اكتيفيتنج، حتى شوف اسمه هو ده اللي بيخليك متوقظ، ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، بقول الراس اللي بيعمر الراس، ده اللي مسؤول عن كهربة المخ، وعليه مسؤول عن حالة الكونشسنس والالرتس اللي احنا فيها. وعليه علمتك معلومة جميلة جدا، لو اتقطع الراس مخك لا فيه كهرباء واصبحت انت كوماتوز، وهذا هو الموت الاكلينيكي. وعشان خاطر ياكتيفيت كل الكورتكس، معلومة مهمة في الام اس كيو، كان لازم يعدي على النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي. بينما الديسندنج برانشز عندي نوعين، في عندي البونتاين ريتيكو فورميشن وده الفاسيلتاتوري، والميدالا ريتيكو فورميشن وده الانهيبيتوري. وكل واحد عرفنا عنه اربع نقط، انا هقول واحده وانت متخيل الثانيه. ان البونتاين اول معلومه في الدورسولاترال بارت اوف ذا بونز، بس التراكت انت حافظه، وانت لو حفظت تراكت تجيب اللي فوق، هو دورسولاترال بس يروح للفنترال بارت اوف ذا سبينال كورد، فيسموه فنترال ريتيكولو سباينال. وقلنا الفنترال بحرف الفي هو ده الفاسيلتاتوري تو ماسل تون، يعني لو اتقطع الفنترال كولر سبان كور التون يقل، وقلناها في المحاضره الاولى، وده عنده انترنسيك اكتيفيتي. بينما بالعكس الميدالري اللي موجود في الميدالله اسمه فنتروميديال، ويروح بالعكس يحتل اللاترال بارت اوف سبان كور، فيبقى اسمه في اللاترال وجاي من ريتيكو فورميشن للسبينال كور. بالله يسميه انت في اللاترال يبقى لاترال، في جاي من ريتيكو فورميشن يبقى ريتيكلو، ورايح للسبينال كورد يبقى ريتيكلو سباينال، وده انهيبيتوري وموجود قلنا في اللاترال كولم وهاز نو انترنسيك اكتيفيتي. نيجي بقى الموضوع الالطف النهارده يا اولاد، وهو النون اوديتوري لابيرنت، الاذن لا سمعيه. وده موضوع عاوز يعني شويه تخيل هندسي، وده اللي بيخلي الموضوع لطيف خالص. بص معايا، دي انا مقرب شويه عشان خاطر الصوره تبان اكبر، عشان نتغلب على موضوع اللي هو ان مش هاي ديفينيشن في النت مش قد كده. لابيرنث اللي هي الاذن الداخليه، ومعنى كلمه لابيرنث يا اولاد في اللغه معناها متاهه، وزي ما انت شايف الشكل اللي قصادك متاهه ميز. واللابيرنث تتكون من جزئين، ممبرنس لابيرنث بيحميه من بره البوني لابيرنث، دي تقسيمه
اناتوميكال، يبقى في ممبرينز بنفس الشكل اللي انت شايفه حواليها بنفس الشكل بونز يحميها. طيب فانكشنالي بتتكون من حاجتين، اوديتوري اللي هي الاذن السمعيه هنشرحها مع السبيشال سنس باذن الله، واللي هي لفه كده عامله منظر قوقعه فيسموها كوكليا، كوكليا يعني قوقعه، ودي وظيفتها هيرينج، ودي هنرجئها. يبقى خلينا احنا النهارده جايين ندرس مين بقى؟ ما بندرسش الاوديتوري اللي هي الكوكليا القوقعه اللي هي بتاعه الهيرينج، بندرس النان اوديتوري اللي هي بتاعه الاكوليبريم الاتزان، ودي بتنقسم فانكشنالي الى جزئين يا اولاد. الجزء الاول اسمه فيستيبيول ومعناها في اللغه ردها، لانه بيؤدي اهي واحده فيهم بتؤدي لل 3 سيميسيركو كانالز، يبقى عندنا ردها اللي هي الفيستيبيول و 3 سيميسيركولار كانالز. يبقى النان اوديتوري بتنقسم الى ساكيول، بتنقسم الى فيستيبيول و 3 سيميسيركو كانالز. نيجي بقى الفيستيبيول اللي هو الردها، بينقسم بدوره الى نوعين، ساكيول وهو تصغير كلمه ساك يعني كويس، ويتركل وهو تصغير كلمة رحم يترس، فيبقى في لغتنا الجميلة رحيم. يبقى ده الفيستيبيول، وده هياخد مننا 5 دقايق بالظبط في الشرح، اللي هياخد شوية وقت أكتر اللي هو 3 سيميسيركولار كانالز، دول 3 سيميسيركولار كانالز. تمام؟ طيب جوه الممبرنس لابرنس في اندوليمف، عشان دي اسئله في الام اس كيو، يماثل الانتراسيرال فلويد، يبقى ريتش ان بوتاسيوم. براها ما بين الممبرنس والبوني لابرنس اللي بتحميها في بيريليمف يماثل الاكستراسيرال فلويد، يبقى ريتش ان صوديوم. طيب العصب اللي بيغذي اللابرنث اسمه فيستيبلو كوكليار نيرف، لان هو بينقسم الى جزئين، كوكليار رايح للكوكليا ده بتاع السمع، والفيستيبولار بارت ده رايح للنان اوديتوري اللي هي بتاعه الاتزان الاكوليبريم. يبقى تاني يا اولاد، يبقى في عجاله، ده مش نظري خالص، ده اسئله ام اس كيو. اللابرنث اناتوميكالي جزئين، ممبرنس لابرنث بروتكتد باي بوني لابرنث. طب فانكشنلي تنقسم الى جزئين، اوديتوري السمعي اللي هو عباره عن الكوكليا اللي هو القوقعه، هي لفه زي القوقعه اللي بنلاقيها على البحر، ودي مسؤوله عن الهيرنج ومتصله بالكوكليار ديفيجن اوف ذا فيستيبيولو كوكليار نيرف، وهنرجعها. طب نيجي للجزء المهم بتاعنا بتاع النهارده اللي هو النان اوديتوري. فانكشنلي فانكشنلي بينقسم الى قسمين، كل حاجه 2، رقم السعد 2. فيستيبيول يعني ردها، بحب قوي تبقى عارف المعاني العربيه، لابرنث يعني متاهه، فيستيبيول يعني ردها، و 3 سيميسيركولار كانالز. يبقى النان اوديتوري فانكشنلي جزئين، فيستيبيول اللي هو ردها و 3 سيميسيركولار كانالز. طب الفيستيبيول بينقسم بدوره الى قسمين، يوتريكل رحيم، وساكيول اللي هو كويس. تمام؟ جوه الممبرينس لابرنث في اندوليمف ريتش ان بوتاسيوم، براه في بيريليمف زي الاكسسوار فلويد ريتش ان صوديوم، ويتصل الجزء النان اوديتوري ده بالفيستيبولار برانش اوف ذا فيستيبولو كوكليار نيرف، ووظيفته الايكوليبريم. في نقطه كلينيكيه بنركز عليها في امريكا يا اولاد، احبك تاخد بالك منها. هل الاوديتوري والنان اوديتوري كل في وادي؟ لا، للاوائل. الكوكليا اللي هي السمعيه بتتصل بالساكيول الكويس، اهو اللي هو الجزء اللا سمعي النان اوديتوري، وعليه افتح ودنك تعلم طب. الاذن السمعيه تؤثر على الاتزان، والاذن اللا سمعيه تؤثر على السمع، يعني الخلل في ايهما قد يؤثر في الاخر. ليه؟ لان هما كونكتد تو ايتش اذر، لان الكوكليا كونكتد تو دي ساكيول، و
وزي ما بقول الرسومات دي حصاد السنين وانا بهتم بيها جدا عشان تعلمه كويس. بس طبعا انا مستاء، بس هنحل المشكله دي باذن الله لما فاضل لي يعني ساعات واغادر القصه، نشوف حل يعني تقني يعني للمشكله اللي احنا فيها دي، حل تقني. غالبا هنعمل تسجيل عشان هنا النت مش سريع زي نورث امريكا في مصرنا العزيزه، فيبقى التسجيل هو احسن حاجه بعدين بالثاء بعد كده حتى نقدر نعملها لكم بقى في مواعيد تبقى يعني مناسبه لكم اكتر. طيب دلوقتي احنا عايزين ناخد اول حاجه 3 سيمي سيركو كانالز، ودي اللي هتاخد برضو الوقت الاكتر بتاعنا شويه. 3 سيمي سيركولار كانال. فالسؤال هو ليه ربنا عمل لنا 3 سيمي سيركولار كانالز؟ الاجابه انه السيمي سيركولار كانالز اهم معلومه فيها الاول، حتى المفروض بنقولها في الاخر بس انا هقولها في الاول. هو ما هي سيمي سيركولار كانال؟ بص الايدي اند يو نيفر فورجيت ات. الطلبه بتقول بنفتكرك قلتها ازاي؟ سيمي سيركولار كانال، سيمي سيركولار، سيركولار مسؤوله عن انجولار اكسلريشن، اسراع الدائري. خلاص يعني ايه؟ يعني انا لما بلف كده فهذا هو اسراع دائري في الهوريزونتال بلين. طب ليه ربنا عملهم 3 كانالز متمشيه مع المستويات الثلاثه؟ احنا عندنا 3 دايمنشنز، يعني ممكن واحد يدور في 3 اتجاهات. فربنا سبحان الله مش طبيعه اللي بتخلق، قوه عاقله، فعمل لنا 3 سيمي سيركولار كانالز كورسبوندينج تو ذا 3 بلينز، المستويات الثلاثه، لان انا ممكن ادور في اي مستوى منهم، فعندي 3 سيمي سيركولار كانالز. الحقيقه يا اولاد اند اوفر ييرز لقيت ان انا لو قعدت اشرحها على الرسمه في الاول مش هتفهموا القصه، فعش كده عملت موديل طفولي خالص بس هيوضح لك الحكايه. ادي البلينز بتاعت الثري سيمي سيركولار كانالز، يعني انا عاملها اهو اثنين فيرتيكال اهم، واحده هوريزونتال. عد بقى معايا المعلومات، انا بتكلم على الثري سيمي سيركولار كانالز على ودني دي دلوقتي. اول معلومه ان كل كانال عموديه على الاثنتين الاخريين، يعني التو فيرتيكال عموديين على الهوريزونتال، وهم نفسهم مع بعض لو بصيت عاملين زاويه قايمة. يبقى دي عد معايا بقى المعلومات، يبقى عندي 3 سيمي سيركولار كانالز، 2 فيرتيكال واحده هوريزونتال. طيب ايه علاقتهم ببعض؟ تعال نبص. دول بتوع الودن اليمين ودول بتوع الودن الشمال. انا ما حطيتهمش كده يا اولاد، انما حطيتهم كده بحيث لو بصيت هتلاقي الانتيرور فيرتيكال في ودن اهي على امتداد البوستيرور فيرتيكال في ودن الثانيه، يعني الانتيرور على امتداد البوستيرور ودي الانتيرور على امتداد البوستيرور، واضحه اهي. يبقى الانتيرور اللي بعمل البوستيرور اللي بحط عليه اصبعي ده على امتداد الانتيرور اللي هو هنا، والعكس بالعكس. طيب يبقى ما ينفعش تحطه كده، محطوطين في كل ودن بحيث الانتيرو بتاعت الودن دي على امتداد البوستيرو بتاع الودن الاخرى، والعكس بالعكس لو بصيت من فوق. طيب نشوف بقى وضعهم، انه الفيرتيكال كانالز انا عندي كورونال سوتشر اللي هو تاجي، وساجيتال سوتشر اللي هو بيقسم الجسم الحتتين، وكلمه ساجيتال ماخوذه من الكلمه اللاتينيه معناها ارو يعني سهل، انما هو ده الساجيتال بلين. فكل كانال عامله زاويه 45 مع الكورونال اهي، لو بصيت دي 45 لقدام ودي 45، وعامله زاويه 45 مع الساجيتال يعني الفيرتيكال. طب والهوريزونتال؟ الهوريزونتال ما هماش ديد هوريزونتال كده، يعني وانا قاعد كده هما مش مع الهوريزونتال بلين، انما عاملين مع الهوريزونتال بلين زاويه مقدارها 30 درجه. يبقى تاني الزوايا، الاول ما اهم معلومه ان الانتيرو فيرتيكال في ودن على امتداد البوستيرو فيرتيكال في الودن الثاني اهي، الانتيرو اهي شايف دي على امتداد دي ودي على امتداد دي، الزقهم في بعضهم
يبقى الانتيرو عمدال البوستيرو والانتيرو عمدال البوستيرو. طب الزوايا ان الفيرتيكال دول عاملين مع الكورونال سوتشر اهو الكورونال سوتشر بتاع راسي لو بصيت كل واحده عامله زاويه 45 طب ومع الساجيتال سوتشر كل واحده برضو عامله زاويه 45 طب اخر زاويه بالنسبه للهوريزونتال الهوريزونتال ما هياش ديد هوريزونتال كده انما راجع كده شويه بحيث عامله مع الهوريزونتال بلين زاويه 30 درجه. طيب كل كانال بتفتح في اليوتريكل بفتحتين اهي اوريك الرسم سوري عاوزين نرجع تاني الرسومات والحاجات دي زي ما بقول يا اولاد دي حصاد السنين اهو كل كانال فاتحه في اليوتريكل اهي بفتحتين في اليوتريكل احنا قلنا الساكيول هو اللي فاتح في النون اوديتور يبقى المفروض عدد الفتحات يبقوا كام يا اولاد 6 ولكن لاحظ التو فيرتيكال مشتركين في فتحه التو فيرتيكال مشتركين في فتحه هنا طيب لكل كانال في فتحه منتفخه اسمها امبولا امبولا يعني انتفاخ دي اللي فيها ريسبتور اللي هو الحته السوداء دي اسمها كريستا امبولاريس يبقى كل كانال فتحه في اليوتريكل فتحتين النقط دي كلها ام اس كيو طب عدد الفتحات هم 3 وكل واحده بفتحتين كان المفروض يبقوا 6 بس التو فيرتيكال مشتركين في فتحه طيب فتحه منهم بتبقى منتفخه اسمها امبولا وفيها ريسبتور عشان كده سموه كريستا امبولاريس كريستا امبولاريس تعالى بقى دي رسمه هندسيه لان انا قلت لك ان انا في الاول دخلت كليه هندسه فبوضح فيها يا اولاد المعلومات اللي حكيت عنها دي بس في كلمه ناقصه هزودها دي رسمة هندسية جميلة خالص تاني تعالى نعيد نفس الكلام الجملة الأولى في عندك كام سيمي سيركو كانال اللي انت شايفه ده المستويات بتاعته 3 سيمي سيركو كانالز ليه 3 انت فاهم عشان متطابقين مع المستويات الثلاث في الفضاء واحدة هوريزونتال اللي حط عليها الليزر واثنين فيرتيكال انتيرو فيرتيكال اند بوستيرو فيرتيكال طيب كل كانال عد بقى معايا المعلومات يبقى 3 كانالز تاني معلومه احب قوي النظام كل كانال عموديه على الاثنتين الاخريين يعني تو فيرتيكال عمودين على الهوريزونت طب وهم مع بعض عاملين زاويه 90 طب تالت معلومه انه دي اهم معلومه يا اولاد ان الانتيرور فيرتيكال في ودن على امتداد بوستيرور فيرتيكال في الودن الثانيه الانتيرو في ودن على امتداد بوستيرو فيرتيكال في الودن التاني دول بتوعي انا اللي انت شايفه فالقدام انتيرو ورا بوستيرو رابع معلومه ان اي فيرتيكال كانال عامله زاويه 45 مع الكورونال سوتشر وزاويه 45 مع الساجيتال سوتشر 45 مع الكورونال 45 مع الساجيتال سوتشر طب والهوريزونتال عامله زاويه 30 مع الهوريزونتال ده المعلومات اللي لازماك في الاناتومي يبقى 3 فيرتيكال كانالز تاني معلومه كل كانال عموديه على الاثنتين الاخريين التو فيرتيكال عمودين على الهوريزونتال وهم عاملين زاويه 90 مع بعض تالت معلومه واهمهم ان الانتيرو فيرتيكال على امتداد البوستيرو فيرتيكال والعكس بالعكس الانتيرو فيرتيكال على امتداد البوستيرو فيرتيكال رابع معلومه بتاعت الزوايا ان الانتيرو فيرتيكال والبوستيرو فيرتيكال كل واحدة عاملة زاوية 45 مع السيجتال وزاوية 45 مع الكورونال سوتشر بينما الهوريزونتال ما هياش ديد هوريزونتال عاملة زاوية مايلة لورا شوية عودة زاوية 30 مع الهوريزونتال خامس معلومة مهمة جدا ان كل كانال بتفتح في اليوتريكل بفتحتين فيهم فتحة منتفخة واحدة بس اللي هي فيها اسمها الريسبتور اسمه كريستا امبولاريس طب عدد الفتحات كام يا ولاد عدد الفتحات اهم 6 ليه لان التو فيرتيكال مشتركين في فتحه شايفها اهي ما هو ده المستويات وده السيمي سيركل كانال التو فيرتيكال في كل واحده عندها فتحه منتفخه لكن هم مشتركين في فتحه فعدد الفتحات 5 اي ثينك بعد يعني الماكيتس الصغيره دي والرسومات دي صعب تقول انك انت مش قادر تتابع
نيجي بقى للجزء الاهم، هناخد الريسبتور نتكلم عليه. مش عنديش الورق المقوى، هنعدلها حالا. هنا بقى انا الحته المنتفخه اللي فيها ريسبتور كبرتها، اللي اسمها الأمبولة، وده الكنال اهي، بس ناقصه سي، احط لها سي هنا، وهنا فتحه في اليوتركل. خلاص. طيب دي المهم الانتفاخ اللي هو فيه ريسبتور اللي اسمه كريستا امبولاريس. طيب تعال نتفرج على الريسبتور ده في الرسمه اللي تحت. فالريسبتور عباره عن، في عندنا هير سيل، كل هير سيل عندها مجموعه، يعني ريسبتور هنا عباره عن هير سيلز، كل هير سيل عندها مجموعه من السيليا. السيليا نوعان يا اولاد، في عندي ستيريو سيليا كتار قوي، وان سيليم كبير اسمه كاينو سيليم. يبقى في ستيريو سيليا وكاينو سيليم. الستيريو سيليا من 30 ل 150، مش مهم الاعداد دي، ما تضيعش وقتك، ما فيش دكتور يهمه ان يعرفه مكان بالظبط، بس انا بقولها عشان نغطي الموضوع. 30 ل 150 ستيريو سيليا، وبعدين بيتزايدوا في الطول وهم رايحين ناحيه الكاينو سيليا. يبقى ده الهيرسل معموله من ستيريو سيليا، شكلها رود شيبت زي القضبان الصغيره، بتطول تطول تطول، وفي الاخر في واحد طويل اسمه كاينو سيليا. طب عدد الستيريو سيليا في الهير سيل الواحده كام؟ 30 ل 150. طيب لما ارجع بلاقي ان كل ده في متغطي هنا بالحاجه اسمها الكوبيلا. الكوبيلا اللي هي عباره عن زي ايه؟ زي القبه اهي، عاوز اكتبها لك حتى. اكتبها، في كلمات ناقصه كتير، انا اسف. يبقى هنا اسمها كوبيولا اللي هي القبه، وموجوده في الانتفاخ، هنزود برضو كلمه كنال، موجوده في الانتفاخ اللي هو اسمه امبولا. تاني بقى اياك تقف المره دي، يعني تطلع جدع وتقف، اهي وقفت الحمد لله. يبقى تاني الهير سيلز متغطيه بجيلاتينس ماتيريال اسمها كوبيولا. كوبيولا يعني حاجه زي القبه كده، وكلها موجوده في الحته ده الكنال، الكنال منتفخ هنا في الحته اللي فيها ريسبتور، اسمها امبولا يعني انتفاخ كريستا امبولا، واللي هي موجود فيها ريسبتور اللي اسمه كريستا امبولاريس. يبقى تاني عشان ما نتوهش، قلنا الجزء الاولاني الاناتومي، الريسبتور اسمه ايه يا اولاد؟ كريستا امبولاريس. ليه؟ لانه موجود في الجزء المنتفخ من الكنال اللي اسمه امبولا، امبولا يعني انتفاخ. طب الريسبتور ده عباره عن ايه؟ المعلومه الثالثه عباره عن هير سيلز، كل سيل عندها يوجد نوعان من السيليا، ستيريو سيليا 30 ل 150 شكلها رود شيب وبتطول ناحيه السيليا من الاخر اللي هو اسمه كاينو سيليا، ده واحد بس. يبقى في كاينو سيليا واحد كبير ومجموعه صغيره ستيريو سيليا. الستيريو سيليا عددها من 30 ل 150، شكلها رود شيب وبتطول ناحيتها. يبقى تاني يا اولاد، كل ده اسئله ام اس كيو، السؤال النظري ما وصلنالهوش لسه. الريسبتور اسمه ايه؟ كريستا امبولاريس. السايت بتاعه موجود فين في الكنال؟ في الجزء المنتفخ اللي هو الامبولا، ومتغطي بحاجه اسمها كوبيلا، حاجه زي القبه كده. طب نتكلم على الريسبتور، هير سيل، ادام هير سيل يبقى عنده هير، يبقى عنده سيليا. السيليا كام نوع؟ نوعان، كاينو سيليم كبير منتفخ في النهايه كده، وبعدين ستيريو سيليا من 30 ل 150 شكلها رود شيب وبتطول وهي رايحه للكاينو سيليم. ايه وظيفه الريسبتور ده؟ بيستجيب لايه يا اولاد؟ بيستجيب للانجولار اكسلريشن، سيمي سيركل، اوعى تنساها، بتستجيب للانجولار انجولار اكسلريشن. طب امتى يحصل استيميليشن ريسبتور؟ دي نقطة مهمة جدا. لما الستيريو سيليا الصغيرين يبقوا ديفليكتد ناحية الكاينو سيليم، يروحوا ناحية الكاينو سيليم، هو ده وضع الديبولاريزيشن والاستيميليشن، ويزودوا الديسشارج. لكن لما يبقوا يروحوا اواي فروم ذا كاينو سيليم،
يحصل لهم هايبر بولاريزيشن وانهبيشن. تاني يعني لما الصغير يروح للكبير، وهو المفروض حتى عشان تحفظها بطريقه لطيفه الصغير المفروض يروح للكبير، هو ده الوضع الصح، هو ده الوضع اللي يحصل فيه ستيميليشن لما الستيريوسيليا تروح ناحيه الكاينوسيليوم. لكن العكس لما يروحوا بعيد عن الكاينوسيليوم يحصل هايبر بولاريزيشن وانهبيشن. والترانسميتر اللي بيطلعوه اللي هو الجلوتامين. جلوتامين. طيب خلصنا كده الاناتو، نيجي بقى ندور نشوف ايه اللي هيحصل مع الانجولار اكسليريشن. دلوقتي هناخد خمس مراحل في الانجولار اكسليريشن. طيب احنا عايزين بقى نجيب الصوره كلها كامله كده عشان نجيب المراحل الخمسه. يبقى هي بتبقى ستيميليتد بحاجه واحده يا اولاد اللي هي نحفظها مع بعض، السيمي سيركولار. سيركولار ستيميليتد بالانجولار انجولار اكسليريشن، ومش لازم تبقى تلف دايره كامله. يعني مره اخرى اهو تصور لما تعمل راسك كده، ده بدايه انجولار اكسليريشن في اتجاه، لما توط تجيب حاجه ده بدايه انجولار اكسليريشن. يعني مش لازم تبقى ارجوحه زي اللي بنركبها في الملاهي ونلف لفات كامله، ايفن جزء من دايره يعتبر انجولار اكسليريشن. المهم السيمي سيركولار، سيركولار بتشتغل بالانجولار اكسليريشن. بعدين حطينا بقى اهم قاعده، امتى يحصل ستيميليشن للريسبتور؟ لما الصغير يروح للكبير وهو المفروض، لما الستيريوسيليا تبقى ديفليكتد ناحيه الكاينوسيليا يحصل ديبولاريزيشن وستيميليشن زياده في الديتشارج. لكن لما الستيريوسيليا يروحوا اواي فروم ذا كاينوسيليوم يحصل هايبر بولاريزيشن انهبيشن. القاعده الثانيه، في حاله الهوريزونتال سيمي سيركل كانال، وطبعا معظم الدوران بتاعنا بيبقى في الهوريزونتال بلين، طول النهار بنعمل كده، لكن ما بنعملش كده. ربنا عامل لكل حاجه، عامل ثلاثه لمستويات ثلاثه، بس معظم الدوران هوريزونتال فنهش على الهوريزونتال. قاعده بتقول انه ده السيمي سيركل كانالز وده هنا اليوتريكل. اليوتريكل اهو سيمي سيركل كانال فاتحه في اليوتريكل. لما الكوبيلا تروح ناحيه اليوتريكل يحصل ستيميليشن، اواي فروم ذا يوتريكل يحصل انهبيشن. في حاله الفيرتيكال عكسه مش هقوله عشان ما لخبطكش. يبقى تاني، امتى الستيريوسيليا يروحوا ناحيه الكاينوسيليوم في حاله الهوريزونتال؟ لما الكوبيلا تروح، الكوبيلا اللي موجوده في الكنال تروح ناحيه اليوتريكل. توارد ذا يوتريكل ده وضع الاستيميليشن، اواي فروم ذا يوتريكل ده وضع الانهبيشن. ما بزهقش هقولها ثالث مره لانها مهمه جدا. تاني يا اولاد في الام اس كيو، ربنا خلق ليه السيمي سيركولار كنال؟ دول اهم ثلاث معلومات. السيمي سيركولار دي بتاعت الانجولار اكسلريشن، لان الريسبتور الثاني اللي هو هناخده بعد كده الفيستيبيول ده بتاعت اللينير اكسلريشن، اسراع الخطي لينير. انما السيمي سيركولار دي بتاعت الانجولار اكسلريشن. ما تنساش عشان في الام اس كيو، يبقى دي اهم معلومه. طب امتى الريسبتور يبقى استيميليتد؟ لما الستيريوسيليا يروحوا ناحيه الكاينوسيليا، لما الصغير يروح للكبير. طب متى يحدث هذا في حاله الهوريزونتال كانال؟ انا قلت في سيمي سيركل كانال فاتحه في اليوتريك، اللي هي السيمي سيركل لانها ما كملتش الدايره فاتحه في اليوتريك، وفي هنا الكوبيلا. لو الكوبيلا راحت تور ذا يوتريكل يحصل ستيميليشن، او اي فروم ذا يوتريكل يحصل انهبيشن. تور ذا يوتريكل يبقى الستيريوسيليا ناحيه الكاينوسيليا ستيميليشن، الكوبيلا تروح ناحيه اليوتركل يحصل ستيميليشن، او ايه يحصل انهبيشن. يلا عاوزين شويه هندسه خفيفه قوي. انا هاخد، وطول عمري اتعودت ان انا اشرح الروتيشن هوريزونتال وادور ناحيه الرايت عشان ما لخبطش الطلبه، تملي اخترت ان انا ادور ناحيه الرايت. فقبل ما ادور اهو اديك شايف ده الكنال وهنا اليوتريكل، ما الكنال فاتحه الكوبيلا فاتحه في اليوتريكل، ودي الكنال فاتحه في اليوتريكل، دي الرايت سايد ودي الليفت سايد، وادي الكوبيلا اللي هتبقى ريفلكتد ناحيه اليوتريكل هتبقى ستيميليتد، اواي هتبقى انهبيتد. ده كده بالظبط تو كوبيلي بتاعت الودن اليمين والودن الشمال، وانا اخترت طول عمري ده الناحيه الشمال ان انا ادور ناحيه اليمين.
تخيل لو انا when the person starts to rotate to the right هدور to the right الاندولين في اللي جوه الكنال بالانيرشيا هيتحرك to the left ظاهرة اسمها قصور ذاتي وتعالى اشرحلك عشان ما تتصورش ان انا بضحك عليك ادي كنال اهي وتخيل ده الفلويد خلاص لو الكنال مشي كده الالم راح في اي اتجاه في الاتجاه العكسي عشان ظاهرة القصور الذاتي اهي تاني بس بتبقى سريعة شوية المفروض تبقى شايف الرسمة كم اهي بصي لها اهي يعني لما الكنال بتمشي كده الالم بيروح في الاتجاه العكسي لما when the person starts to rotate to the right لما انا هدور to the right يبقى الاندولين في القصور الذاتي هيموف to the left يبقى بصي معايا يبقى two copuli are deflected to the left يعني الاندولين فياخدهم to the left يبقى الرايت كوبيلا راحت ناحيه اليوتريكل تبقى ستيميليتد والليفت اواي فروم ذا يوتريكل تبقى انهيبيتد يبقى مين اللي ستيميليتد الرايت كوبيلا فحس ان انا بدور ناحيه اليمين وهو احساس حقيقي تمام تاني نبتدي الدوران خمس مراحل اهو ارجع لورا اكتر بيفور روتيشن قبل ما بدور بوث كوبيلي في الميد بوزيشن يعني في الميد بوزيشن فانا مش حاسس بعيد دوران طيب يبقى ده اول واحده في الخمسه بيفور روتيشن بوث كوبيلي في الميد بوزيشن المرحله الثانيه وان ذا بيرسون ستارتس تو روتيت تو ذا رايت هدور تو ذا رايت فالاندولين في بالانيرشيا هي موف تو ذا ليفت انيرشيا يعني قصور ذاتي وان ذا بيرسون ستارتس تو روتيت تو ذا رايت الاندولين موف تو ذا ليفت هياخد معاه تو كوبيلي الكوبيلي اليمين راحت توارد يوتريكل يبقى ستيميليتد والكوبلا الشمال اواي فروم ديوتيكال يبقى انهيبيتد يبقى مين ستيميليتد الرايت وانا بدور ناحيه الرايت فتديني احساس بالدوار تو ذا رايت وهو احساس حقيقي طيب هنا نقول مع بعض يبقى لما الشخص دار تو ذا رايت الاندولين موف تو ذا ليفت خد معاه تو كوبلي الكوبلا اليمين راحت ناحيه اليوتريكال فبقت ستيميليتد فده تديني الاحساس بالروتيشن تو ذا رايت واحساس حقيقي الثانيه راحت اواي فروم ذا اتريكل فحصل لها هايبربولايزيشن انهيبيشن هنا بقى في سؤال مهم جدا ازاي بيحصل لها ستيميليشن لما بيحصل لها ستيميليشن بيحصل اوبننج للشانل خد بالك بقى انك احنا قلنا الكوبيلا دي غرقانه في ايه في اندوليمف اللي هو زي مين زي الانترسيور فلويد اللي هو ريتش ان بوتاسيوم فبيحصل بوتاسيوم انفلكس ومعاه كالسيوم انفلكس هو ده اللي بيعمل ديبولاريزيشن قبل ما ادور كان الريستنج ممبر بوتنشال ناقص 60 لما دورت ودخل بوتاسيوم وكالسيوم الريستنج ممبر بوتنشال بقى ناقص 50 وحصل ديبولاريزيشن وبالديستشارج بمعدل 200 في الثانيه النقطه اللي انت ما خدتش حضرتك بالك منها واذا العبد اللي ما قالها لكش عمرك ما هتاخد بالك منها طول عمر الديبولاريزيشن يا اولاد خدناه سببه صوديوم وكالسيوم انفلكس البوتاسيوم ده كان بيعمل ريبولاريزيشن فقط في الاذن بشقيها السمعيه واللا سمعيه اللي هي موضوع النهارده لاول واخر مره هنلاقي ديبولاريزيشن سببه بوتاسيوم ان كالسيوم بوتاسيوم انفلكس دي مهمه جدا طيب مرحلة التالتة with continuation of rotation with constant speed لما يستمر الدوران بسرعة ثابتة يبقى الاندولينف هياخد سرعة السيميسيكو كنالز يبقى الانيرشيا is overcome وبقى بيدور مع السيميسيكو كنال الاندولينف القصور الذاتي ده في اول حركة بس يمشي بالعكس لكن لما السرعة تثبت الاندولينف بياخد سرعة السيميسيكو كنالز فبوث copily regains your central position يرجعوا تاني في central position وبالتالي no sensation of rotation يبقى انا بدور ومش حاسني بدور واحد يقول ازاي يعني بقى بدور ومش حاسني بدور يعني هشرح لك ايه نحن نركب الان حضرتك وحضرتك والعبد الله اكبر ارجوحة في التاريخ وهي الكرة الارضية وبتدور بسرعة فائقة لكن لانها سرعه ثابته ولا واحد فينا حاسس انها بتدور
على الإطلاق. ده أحسن إثبات، وهو ربنا قصد بكده إن بالدوران الثابت الإندولين في بياخد سرعة السيميساكو كانالز، الكوبيلا بترجع في مكانها، ستوبج ستيميليشن، اتنين ستيميليتد قد بعض، مفيش واحدة ستيميليتد أكتر من التانية، نو سنسيشن اوف روتيشن. يبقى دي المرحلة التالتة. إيه أهم كلمة فيها؟ When the inertia is overcome. في اللي قبلها كانت الإنيرشا حركت الإندولين في الاتجاه العكسي. طيب المرحلة الرابعة أهي، نشوف الأول دي. يبقى في المرحلة التالتة When the inertia is overcome، إمتى ده بيحصل؟ لما نبقى constant speed. يعني ده سؤال في الـ MSQ، constant speed، السرعة الثابتة ما تحسهاش. ليه؟ Both copuli regain their position. Equally stimulated. No sensation of rotation. فيش إحساس بالدوران. المرحلة الرابعة بقى. At the stoppage of rotation. تخيل أنا كده بدور ورحت واقف فجأة. إيه رأيك في الإندولينف اللي جوه؟ أنا وقفت. الإندولينف continuous بظاهرة تانية اسمها مومنتم، الحركة المكتسبة. يبقى when the person stops rotate هو وقف، بس الإندولينف يكمل لأنه واخد طاقة، حركة مكتسبة. فبوث كوبيلي يبقوا ديفليكتد المرة دي تو ذا رايت، يبقى الرايت كوبيلي راحت اواي بقى انهبيتد، والليفت راحت تورز تبقى ستيميليتد. يبقى مين اللي ستيميليتد دلوقتي؟ الليفت. فحس ان انا بدور تو ذا ليفت برغم ان انا ثابت. This false sensation، احساس الكاذب with counter rotation باني بدور بالعكس is called vertigo. واحد يقول لي كم صعب قوي، صعب قوي. ومن منا لم يعاين الفرتايجو؟ مين فينا ما يعرفش الفرتايجو؟ مين فينا ما حصلوش فرتايجو؟ انا ساعات عندي حفيد هنا صغير كده، يعني يقول لي اعمل لي حاجه بسطني، ما جبتلوش حاجه، فاقول له تعالى ما ادوخك، فامسك البيبي في يرز اولد ادوخه شويه اسيبه، سيبني من البيبي، ماليش دعوه بيبي. انا لفيت معاه، الاحظ انا بعد ما وقفت، لو وقفت خلاص حاسس الدنيا بتدور، ولو ركزت اكتر هحس ان انا بدور في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه العكسي. بدور في الاتجاه العكسي، صح؟ هو ده الفرتايجو. امسك، ما تمسكش بيبي، قوم كده شويه ولف شويه كده واقف وروح قاعد، تحس ان الدنيا بتلف، ولو ركزت اكتر هتحس ان الدنيا بتلف في الاتجاه العكسي. ده اسمه فرتايجو، false sensation of counter rotation. سببه ايه؟ مومنتم. انا وقفت بس الاندولينف كمل. مرحله خمسة والاخيره، مش هقعد احس ان الدنيا بتلف على طول، بعد شويه النو مومنتم، بوث كوبلي ريجين ذير سنترال بوزيشن، خلاص ضاع الاحساس، ريستنج بوزيشن بالدوران. ده سؤال نظري مهم جدا، اللي هو الانجولار اكسلريشن. ماذا يحدث في الانجولار اكسلريشن؟ شرحتها بطريقه جميله قوي في خمس مراحل. المرحله الاولى، يلا تابعني بقى، انا نفسي اهو بمثل وبعمل كل حاجه عشان تاخد بالك. بيفور روتيشن، لا انا ما بدورش دلوقتي، بوث كوبيلي فين؟ في السنترال بوزيشن، نو سنسيشن اوف روتيشن، لان في ايكوال ستيميليشن ليهم. بيبقى ريستنج ممبر بوتنشال ناقص 60 دلوقتي. طيب اخترت احنا اهل اليمين، ان انا ادور بقالي مليون سنه بدور لمين. If the person rotates to the right، هدور to the right، يبقى الاندولينف موفز بال، اهم كلمه هنا تكتبها بالانيرشيا، to the left. يبقى انا ادور to the right الاندولينف يمشي left، يبقى اما ادور to the right الاندولينف يمشي to the left. بص ايه اللي حصل، يبقى الرايت كوبيلا راحت ناحيه اليوتركل، اليوتريك اللي جوه، احنا قلنا اليوتريكلز كده والسيميسيركل كان كده، اليوتريكلز كده والسيميسيركل كان كده، اليوتريك اللي جوه، فالرايت كوبل راحت ناحيه اليوتريك يبقى ستيميليتد، والليفت اواي فروم اليوتريك يبقى انهبيت. بايه راحت؟ اهم حاجه بالانيرشيا بتاعه الاندولينف. يبقى رايت ستيميليتد، يبقى عندي احساس ان بدور تو ذا رايت وهو احساس حقيقي. ثالث مرحله، with continuation of rotation with constant speed، الاندولينف هياخد سرعه السيميسيكو كانال. هتكتبها ازاي دي؟ الانيرشا از اوفر كامد، مفيش انيرشا، فبوث كوبلي ريجين ذير سنتر بوزيشن. ليه؟
No sensation of rotation لأنه constant speed. نحن لا نحس الـ constant speed وهذا ما هو حادث الآن. نحن الآن نركب أكبر أبوحة في التاريخ اللي هي الكرة الأرضية بتدور بسرعة رهيبة وما نحسش إنها بتدور لأنه constant speed. كابلي ما بتأثرش بـ constant speed. دي من عظمة الخلق والخالق. أنت بتحس بس في بداية الدوران. مرحلة الرابعة عمال أدور 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 to the right وفجأة رحت كنت بدور to the right ورحت واقف. أنا وقفت بس الإندوليمف continues to rotate to the right. هنا بقى بالمومنتم مومنتم يبقى ياخد معاه both copy كده. يبقى دلوقتي ال right copy راحت away تبقى inhibited والليفت راحت ناحية اليوتريكل تبقى stimulated. فأنا ثابت بحس بالدوار العكسي. هذا الإحساس الكاذب بالدوار العكسي is called vertigo أو في أمريكا قالوها vertigo. ومن منا لم يعاني vertigo. This false sensation of counter rotation is called vertigo. وديك فهمت الميكانيزم momentum في كلمة واحدة. طب بعد شوية أنا حاسس لف أنت شوية وقعد على الكرسي هتحس إن الدنيا بتدور. لو كنت بتدور to the right بتدور to the left. حاجات تعملها عملي مع نفسك بعد شويه هيضيع الاحساس. ليه؟ ان بوث كوبي ريجين ذير بوزيشن. يبقى موضوع سهل وجميل يا ولاد. تعالى بقى نركز تاني في الموضوع ده عشان زي ما فهمتوش مع العبد الله عمرك ما انت فاهمه. ناخد مره اخرى في عجاله الاناتومي ثم الدوران. الاناتومي يلا انت قول لي بقى المعلومات. انا اقول وانت رد علي. انا سامعك ثق. انا سامعك باذن الله. هنا عندنا كام سيمي سيركل كانالز؟ جاوب ثلاثة. ليه؟ لان فيه ثلاث مستويات في الفضاء. ربنا اللي بيخلق خالق قوة عاقلة مش الطبيعة فاهم. فيه ثلاث مستويات يبقى ثلاثة كانالز. او تاني معلومة كل كانال عمودية على الاثنتين الاخريين التو فيرتيكال عمودين على الهوريزونتال وهم عمودين على بعض. طيب تالت معلومة دي أهمهم إن هما زي ما قلتها لك مش محطوطين كده. ما هماش كده. لا محطوطين كده بحيث إن الأنتيرو فيرتيكال في واحدة على اتجاه البوستيرو في التانية والعكس بالعكس. يبقى الأنتيرو فيرتيكال على اتجاه الكونتينيوم مع البوستيرو فيرتيكال في الناحيه دي والعكس بالعكس. المعلومه الرابعه قول لي علاقتهم بالساجيتال والكورونال والهوريزونتال بلين الثلاث مستويات. ان التو فيرتيكال انتيرو فيرتيكال بوستيرو فيرتيكال عاملين زاويه 45 مع الكورونال سوتشر وزاويه 45 مع الساجيتال. بينما الهوريزونتال ما هياش ديد هوريزونتال عامله زاويه 30. تمام. طيب كل كانال عندها فتحتين في اليوتريكل. فتحتين فتحه فيهم منتفخه هي اللي فيها الريسبتور. هي منتفخه اسمها الامبول. حتى تعالى ارسم لك اهو الريسبتور اهو الامبول عشان تبقى عملناها شفتها اهي الامبول اهي ده الريسبتور. طب المفروض يبقى عدد الفتحات كام؟ في 6 3 في 2 ب 6. لكن التو فيرتيكال مشتركين في فتحه عدد الفتحات 5. اطلع بقى على الريسبتور بعدها. الريسبتور موجود في الانتفاخ اهو ده الكنال اهي وادي انتفاخ واليوتريكل قلنا لجوه يا اولاد. يعني الكنال لفه كده الكنال هتلف كده وادي اليوتريكل اللي جوه امبوله فيسموها ايه؟ كريست امبولاريس. طيب اوصف لي كريست امبولاريس عباره عن ايه؟ عباره عن هير سيلز. اوصف لي الهير سيل اللي كل هير سيل فيها نوعين من السيليا ستيريو سيليا قصيرين رود شيب عددهم 30 ل 150 وبيطولوا وهم رايحين ناحيه وان كاينو سيليا. وان كاينو سيليا. طيب والكيميكال ترانسميتر اللي بيطلع لما يحصل لهم ستيميليشن ده سؤال ام اس كيو. جلوتامين. واحنا قلنا الجلوتامين ده تملي اكسيتاتوري. تمام. طب قول لي القاعدتين بقى امتى بيحصل ستيميليشن؟ لما الستيريو سيليا تبقى ديفليكتد توارد كاينوسيليوم. قلتها باسلوب لا ينسى. طلب عمرهم ما ينسوا اللي بقوله. بنسمع صوتك
لما الصغير يروح للكبير، الادب يقتدي ان الصغير يروح للكبير. لما الاستيريو سيليا الصغيرين اللي هم رود شيب اللي هم 30 ل 150 يروحوا ناحيه الكبير بتاعهم اللي هو الكاينوسيليوم، يبقوا ديفليكتد توورد الكاينوسيليوم توورد، اهو الصغيرين رايحين ناحيه الكبير اهو ده الاتجاه، يبقى الديسشارج يزيد. طب متى يحدث هذا؟ في حاله الهوريزونتال اللي هي المهمه، قلت لما الكوبيلي تبقى ديفليكتد توورد يوتريكل، توورد يوتريكل مش اوي، يبقى الاستيميليشن احفظي كلمتين، ستيريو الصغيرين يروحوا للكبير، وفي حاله الهوريزونتال لما الكوبيلا تبقى استيميليتد توورد يوتريكل يعني لجوه لجوه، لان قلت لكم ان اهي اوريها لك، لو ده اليوتريكل اهو بتاع الودن دي اهو السيمي سيركل كانال، اهي سيمي سيركل بتبقى كده لجوه، فلو الكوبيا كده لازم تدخل لجوه عشان تبقى استيميليتد معايا. الناحيه الثانيه اهي ادي اليوتريكل وادي السيمي سيركل كانالز، وده الكوبي لازم تدخل لجوه عشان تبقى استيميليتد اوي تبقى انهبيتد. ده اهم نقطتين يا اولاد، الصغير يروح الكبير ستيريو سيليا ناحيه الكاينوسيليوم، والكوبيا تبقى ريفلكتد توورد ده يوتريكل. وبعدين خدنا يا اولاد دوره كامله، كام مرحله؟ احب النظام قوي، خمس مرات. انا عارف ان في صعوبه نسبيه في ان طبعا مش موجود فيزيكالي معاكم، لكن شايفيني في صوره صغيره، لكن يعني اتصور تؤدي الغرض باذن الله. بصوا بقى معايا قبل الدوران خمس مراحل، ايوه عد النقط السوداء هتلاقيهم خمسه. قبل الدوران بوث كوبيلي في الميد بوزيشن، يبقى في ايكوال ستيميليشن، والريستنج ممبر بوتنشال ناقص 60 في كلاهما، يبقى انت قاعد خلاص مش حاسس اني بدور. نيجي بقى ات ذا بيجيننج اوف روتيشن، ات ذا بيجيننج في بدايه الدوران، انا دورت تو ذا رايت، فالاندوليم فيمشي تو ذا ليفت، اهي الصوره اللي موريها لك، ده اندوليمف هيمشي بالعكس، انا بدور للرايت الاندوليمف مشي تو ذا ليفت اهو بالشكل ده، بظاهره اسمها ايه؟ انيرشي. يعني الكلمتين دول شوف بالاحمر ومنورها لك، ات ذا بيجيننج في ظاهره الانيرشي، انا دورت تو ذا رايت الاندوليمف مشي تو ذا ليفت، يبقى الرايت كوبيلا خدها معاه وداها ناحيه اليوتر تبقى ستيميليتد، فيحصل لها ديبولاريزيشن. ازاي؟ لاول مره بقى واخر مره في الودن بس. الديبولاريزيشن سببه بوتاسيوم، بوتاسيوم دي الجديده وكالسيوم انفلكس، بدل ما هو ناقص 60 بقى ناقص 50، ويزود الديسشارج ل 200 بير سكند. بينما الليفت كوبيلا راحت اواي فروم ديوتريكل فبقت انهبيتد، حصل لها هايبربولاريزيشن. طب انت بتدور تو ذا رايت الاندوليمف مشي تو ذا ليفت، خد الرايت كوبيلا تو ذا يوتريكل عملها ستيميليشن، يبقى الاستيميليتد رايت وانت بتدور تو ذا رايت، فتديك احساس حقيقي بالدوران. المرحله الثالثه باستمرار الدوران بسرعه ثابته، الاندوليمف بياخد سرعه السيمي سيكو كانالز، يبقى الجمله فين؟ الانيرشيا از اوفر كام، التو كوبيلي ريجين ذا بوزيشن، يبقى with constant speed there is no sense of rotation، وهو الحادث دلوقتي الكرة الأرضية بتدور ومفيش أي إحساس بالدوران. طيب المرحلة الثالثة الرابعة at the end of rotation أو at the stoppage of rotation، لما أنا بقف أنا وقفت بس، أنت فهمت؟ أنا بقف بس الإندوليف بيكمل، بظاهرة إيه أهم كلمة؟ مومنتم. يبقى في الأول كان إنيرشيا، في الأول في إنيرشيا، إنيرشيا في الآخر في مومنتم، 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 يبقى هاخد معاه تو كوبيلي بقى ناحيه الرايت. يبقى الرايت كوبيلا راحت اوي اهي، الرايت كوبيلا اوي، والليفت كوبيلا اهي الليفت راحت تورز، يبقى هحس اني بدور لمين؟ للليفت عكس اتجاه الدوران، وانا ما بدورش اصلا. فدي فولس سنسيشن اوف كاونتر روتيشن از كولد فيرتايجو، الفولس سنسيشن اوف روتيشن is called vertigo، وهو في الاتجاه العكسي في حاله الدوران بسبب ظاهره ايه؟ المومنتم. ومن منا لم يعاين الفيرتايجو، قوم لف كده شويه وروح قاعد على الكرسي وبص على الدنيا حواليك تحس انها بتلف تو ذا ليفت، واديك لاول مره فهمت ليه؟ لان انت بطلت تلف بس المومنتم الاندوليم في كمل في نفس اتجاه الدوران، خد معاه بوث كوبلي، الليفت بقت هي الاستيميليتد فحاسس انك بتدور تو ذا ليفت. بعد شويه لما تهدى مع روحك هتلاقي البوث كوبي ريجيند البوزيشن ومش حاسس اي حاجه. طيب نيجي بقى
درة هذه المحاضرة. What is the effect of stimulation of semicircular canals؟ ما هو تأثير الـ stimulation of semicircular canals؟ Effect of stimulation of semicircular canals. لا نعدل أكتر عشان إيه بقى؟ يا ريت كان معايا حد يساعدني، بس يعني هنحاول أهو عشان نشوف الصورة أكبر. أنا هقرب دي كده ونحط دي فوق كده. تاخد وقت قليل شوية بس إيه يعني تبقى انتوا شايفين الكلام أحسن. أو إيه الـ effect of stimulation of semicircular canals؟ ده عنوان السؤال. لكن ليه عنوان آخر؟ الـ effects of angular acceleration، وهم حاجة واحدة. السيميسيركل كانالز تبقى ستيميليتد بالانجولار اكسلريشن، والانجولار اكسلريشن بيستيميليت السيميسيركل كانالز. ده اشهر سؤال عندنا هنا، ما هو الايفكتس اوف ستيميليشن اوف سيميسيركل كانالز؟ عندي ستة ايفكتس. اول ايفكت فيهم انك لما بتدور بتحس بالدوران في البدايه، سنسيشن اوف روتيشن. يبقى سنسيشن اوف روتيشن كان مبعثه ايه ده؟ ان انت ما بدات تدور الاندوليم في مقدار في الاتجاه الاخر اللي هو انيرشي. طيب لما توقفت عن دوران نمره 2 حاسس انك لسه بتدور، ده سميناه ايه ده؟ فيرتايجو. يبقى ما هو الفيرتايجو يا شباب؟ هو ان انا ما بدورش وحاسس بدور. يبقى في الطب الفيرتايجو او الفيرتيجو هو الفولس سنسيشن اوف روتيشن. فولس سنسيشن اوف روتيشن. طب ايه الميكانيزم بتاعه؟ انا وقفت بس الاندوليم في كمل موفمنت اندوليم بظاهره اسمها ايه بقى؟ الحركه المكتسبه باي مومنتم ودي ستوبج اوف روتيشن. يبقى ده الديفينيشن وده الميكانيزم. طب نيجي النقطه الثالثه في الفيرتايجو، قول لي الكوزز في الفيرتايجو، ايه اسباب الفيرتايجو في الدنيا؟ الفيسيولوجيكال فيرتايجو اللي حصل لي انا دلوقتي وحصل لكم انتوا لما تدور سببه ستوبج اوف روتيشن. اي مره هتدور وتقف هتحس ان لسه الدنيا بتدور، يبقى ستوبج اوف روتيشن. لكن نيجي حاجات بقى باثولوجيكال. انت لما وقفت والاندوليمف بالمومنتم اتحرك فعمل ستيميليشن للسيميسيركولار كانالز. طب يبقى اي حاجه تستيميليت السيميسيركولار كانالز او الفيستيبولار نيرف باث واي هتديك احساس بالدوران. انت في الاخر ايه اللي حصل؟ حصل ستيميليشن للسيميسيركل كانالز اللي شغلت الفيستيبولار بارت اوف ذا فيستيبولو اوكلر نيرف. يبقى اي حاجه هتريتيت السيميسيركل كانالز او الفيستيبولار باث واي هتديك احساس بالدوران. زي ايه بقى؟ الناس اللي بتشرب الكوليكس حتى يقول لك التعبير جميل، يقول لك ايه؟ ودارت الخمر برؤوسهم. يعني لما شربوا خمره الدنيا لفت. ليه؟ لان الالكحول عمل ستيميليشن للجهاز ده فحس انه بيدور وهو ما بيدورش. وفي عقار تاني في علاج السل اسمه ستريبتومايسين، عيبه انه بياثر على الاذن اللاسمعيه فيديك احساس بالفيرتايجو ويبوظ لك السمع، لان هما اتنين متصلين ببعض. ستريبتومايسين. طب تالت حاجه كلنا عيناها الموشن سيكنس يا ولاد. دوار البحر ودوار الجو. ان انت لما السفينه بتتهز، وفي ناس حتى تحصلهم مع العربيه لما مثلا يعني واحد من الابر ايجيبت صعيدي زي حالاتي كده اول مره يركب عربيه العربيه بتتهز، هو دماغه مش واخده على الاهتزاز يمين وشمال، تبص تلاقيه حصل له داخ. يبقى الموشن سيكنس دوار الحركه كلنا عارفينه، سببه ايه؟ ريبيتد ستيميليشن اوف ذا لابرنس. طب نمره اربعه منيرز ديزيز. خلاص منيرز ديزيز ده ناس كتيره جدا عندها هذا المرض. ايه المنيرز ديزيز ده؟ الاندوليم في اولاد بينتج بكثره اكبر مما ينبغي، فيعمل حاجتين، ينلارج السيمي سيركولار كانالز، ما هي فيها فلويد اكتر مما ينبغي تنلارج، والاهم كل مره يطلع دفعه من الاندوليم فتهز الكوبلي، فالواحد هو قاعد ثابت يحس انه ابتدى يتحرك. مرض سخيف جدا اسمه المنيرز ديزيز. يبقى خدنا حاجتين دلوقتي يا اولاد اللي هم بيعملوا الكلام ده، اللي هم السنسيشن روتيشن والفيرتايجو. سكندري تو فيرتايجو كنتيجه للفيرتايجو بيحصل حاجه اسمها
past pointing test of برانيه أو post rotatory reactions. دي لطيفة جدا. بص معايا. برانيه ده دخل التاريخ بتجربة لذيذة أوي أوي. كل اللي عمله برانيه في حياته فكرة لذيذة جدا عشان تشخص العام في العيادة عنده فيرتيجو ولا لأ. رسم برانيه نقطة سوداء على ورقات بيضاء. رسم نقطة سوداء على ورقة بيضاء. وبعدين يقول لك شايف النقطة دي؟ اه شايفها. يقول لك غمض عينك وشاور عليها. أنا غمضت عيني شاورت، إيدي جت عليها أهي. جربها، هات ورقة كده ارسم عليها نقطة سوداء حطها على المكتب بتاعك وغمض عينيك شاور عليها. إيدك هتيجي قريبة جدا ليها، مش لازم بالظبط. طيب تعالى حضرتك اعمل حاجة لطيفة جدا. حط النقطة السوداء دي وقوم لف شوية. وبعدين روح قاعد، هيحصل لك ايه؟ احساس بالدوار العكسي، انك بتدور بالعكس. غمض عينيك وحاول تشاور على النقطة، بص على النقطة وحاول تشاور عليها. لو انا حاسس اني بدور تو ذا ليفت، يعني انا بدور تو ذا ليفت في محاولة لتفادي هذا الاحساس، ايدي هتيجي تو ذا رايت كده. يبقى اللي يشاور بالشكل ده يبقى عنده فيرتيجو. جربها، حط النقطة السوداء واقعد غمض عينيك شاور عليها، شاور صح، لف وروح قاعد على الكرسي ومغمض عينيك، يبقى حصل هتحس ان الدنيا بتلف. لتفادي الاحساس بالدوار في اتجاه ما، هتحاول تو اوفر كومبنسيت بانك تحرك ايدك في الاتجاه العكسي. طب انت اساسا ما بتدورش، فما بني على خطأ فهو خطأ. انت بتدورش. واقول لك حاجه، ومن منا لم يعاين الباس بوينتنج تيست البرانيه اللي هي يسموها بوست روتاتوري ميثود او رياكشنز، اسف. ليه؟ تعالى افهمك قصه سهله قوي. عارف لما ندوخ الطفل ده، بعد ما ندوخه شويه وبعدين لو ما ركزتش، جاي انا بقى ايه، حاسس ان الدنيا بتلف، لو ما ركزتش وعاوز اجي اسند على كرسي او على الترابيزه لخلص، تبص تلاقي البيبي جه يسند على حاجه راح واقع، لانه هو بيتصرف على انه بيدور وهو ما بيدورش، فايده ما بتجيش على الحاجه اللي عاوز يسند عليها. فيسموها باس بوينتنج تيست اوف برانيه او بوست روتاتوري اكشن. يبقى ده كورتيكال فولانتري موفمنتس اوف ليمز اند بادي تو كومبنسيت فور فيرتيجو. طب ات ريزلتس ان ايه بقى؟ انت الفيرتيجو ده احساس كاذب، فالكورتيكال فولانتري موفمنتس بقت بدورها كاذبه، ما بني على خطا فهو خطا. فحصل باس بوينتنج، ما جاتش ايدك على النقطه اللي انت عاوزها، اور ايفن فول اون ذا اوبوزيت سايد. يبقى انا عاوز اقول لك اول ثلاثه افكتس السيمي سيركل كانال تحفظهم. عند بدايه الدوران هتحس انك بتدور وده احساس حقيقي، سنسيشن روتيشن. في النهايه هتحس انك بتدور وده احساس كاذب، فيرتيجو. وكنتيجه للفيرتيجو لو جيت تسند على حاجه ايدك مش هتيجي عليها، باس بوينتنج، يعني ايدك هتتخطاها، باس بوينتنج او بوست روتري اكشن. يبقى نحفظ الثلاثه دول مع بعض. بقى نحفظ اربعه مع خمسه. يبقى 3 2 1 اوتونوميك تشينجز مع ماسل تون تشينجز. كلنا عيناهم يا اولاد. لما بنروح نركب الاراجيح اللي بتدور دي، في واحد يقول لك يا عم انا ما اقدرش اركب الاربوح. ليه؟ الناس اكتر حاجه عارفاها يقول لك بيجيني غثال نفسه واتقايل لما بدور. فهو ده الاوتونوميك تشينجز. في عندنا شويه حاجات يمكن ملاحظتها، يمكن ملاحظه انك تلاحظها على الانسان، وفي حاجات مش ممكن تلاحظها. يعني ممكن تلاحظها ممكن لا. زي ايه اللي بتلاحظها؟ ان الشخص اللي هو يعني عنده صعوبه في ركوب الاراجيح يجي له نوزيا، غثيان نفس، فوميتين، قيء، بالور، تلاقي وشه نزل من الارجوحه شاحب وعرقان. وفي حاجات ما مش هتلاحظها، بس احنا ممكن نلاحظها كاطباء بقى. قيس له ضغطه هتلاقي عنده هايبوتنشن. شوف البالس هتلاقي عنده برادي كارد بطيء. وفي حاجه ممكن تلاحظها هتلاقي انكريز ريت اوف ريسبريشن. يقول لك ما بقدرش لما بركب الارجوحه. الاوتونوميك تشينجز بتحصل عندنا كلنا، بس عنده هو مزاده لحد اللي ما يقدرش يركب. اشهرهم اللي كنا عارفينه يقول لك بتايه، بيجيني غثيان نفسه واتايه، نوزيا وفوميتي، دي اشهر واحد. ركز اكتر هتلاقي عنده بالور شاحب، سويتنج، نفسه مكروش، هايبوتنشن وبرادي كارديا. نيجي نمره اربعه، ماسل تون تشينجز، كلنا عارفينها. تعالى
هنركب أرجوحة. عارف الأرجوحة دي اللي هي الكراسي الطائرة دي اللي بيبقى أربع سلاسل كده متعلقة بمسمار صغير فوق وتدور بينا كلنا. وعندي ذكرى مهببة مع الأرجوحة دي، أول مرة جابوها في مصر في المعمورة وراحوا نصبينها وما خدوش بالهم حواليها شوية شجر خلاص، وكنا احنا أول ناس هنركب شباب وعاوزين ننبسط. أنت عارف بالقوة الطاردة المركزية هي بتبقى كده، إنما كل ما الأرجوحة بتسرع بيحصل قوة طاردة مركزية. فتخيل احنا راكبين عادي خالص وابتدت الأرجوحة تدور حوالينا شجر، فتحت كل واحد بوط له في شجرة وفي فرع شجرة، اتخرشمنا كلنا. طيب المهم نفرض، بص معايا الأرجوحة بتدور كده، يبقى إذا بالقوة الطاردة المركزية أنا بترمي على بره الأرجوحة بتفتح. فالبادي بيكمبنسيت ازاي؟ كلنا بيبقى تذكر، كلنا بنبقى عاملين كده، لو انا بدور تو ذا رايت المرجحه فتحت كده كلنا نعمل كده. يعني ايه اللي حصل؟ زاد التون في نفس لائحه الدوران في الابسي لاترال وقل في الكونترا لاترال سايد. زياده التون في الابسي لاترال نفس الناحيه وقل التون في الكونترا لاترال. دي نمرة 4 و5 اوتونوميك تشينجز ومسل تون تشينج. الحاجات كلها من الحياه عارفينها يا اولاد. سادس واخر افكت وده اهم سؤال قلت عندي النهارده، اللي هو يحصل لنا نستجمس. يعني ايه نستجمس يا اولاد؟ نستجمس معناها حركه العين في جاءات وذهاب، تو اند فرو اي موفمنتس، تو اند فرو اي موفمنتس، او سيريز اوف جيركي اي موفمنتس. يبقى ليها تعريفين، العين تروح وتيجي، to and fro eye movements أو series of jerky eye movements. The components تتكون من slow component in opposite direction و fast component في direction of rotation. لا تعالى أوريها لك أحسن، أنا بحب أوي أشرح إنك أنت ما تحفظ تفهم، لكن نفسي يبقى هنا في كرسي مدور عشان نشوف. تخيل كده أنا قاعد بص على حضرتك وبعدين فجأة هبتدي أدور. To fix the visual field بص العناية كويس قوي، تلاقي العناية تتحرك slowly in opposite direction كده، وبعدين خلاص ما اقدرش اشوفك، فعناية تروح نطة بسرعة عشان تشوف واحد تاني. يبقى كام components نستجمس؟ اتنين. يبقى كل مرة بندور لو انا سبت عناية كده مش هشوف حاجة خالص. فالسيمي سيركل كنالز عشان ودي حتى بتحصل لما اكون بكلمك وتهذبا انا بربط الكرافته وبعمل كده، يعني ايه راجل وانا بكلمك عشان اثبت عليك لازم عيني تروح ان اوفيس دايركشن سلولي. مين اللي بيعمل الامبلز دي اللي بتسمي سيكه كونيس؟ فانا وانا بدور عاوز يعني اتمتع بالنظر الى بهاء حضرتك. يلا خلينا نضحك شويه. يبقى انا بدور الناحيه دي عيني بتتحرك سلولي ان اوبوزيت دايركشن صح، بعد شويه ما اقدرش اشوفك، عاوز اشوف واحد اخر، فانا اتحرك rapidly on the same direction. يبقى نستجمس two components، low component in opposite وبعدين rapid in the same. وبعدين بعد الشخص ده اما ابص له هيحصل نفس الكلام، اثبت عليه شويه slowly وبعدين اخد اللي بعده. يبقى ما هي نستجمس؟ series of jerky eye movements، to and fro eye movements، ساعه تروح وساعه تيجي. على راي فيلم اسماعيل ياسين في سرايه المجانين، يعني عاد عنده شعره ساعه تروح وساعه تيجي، بس ده في العين بقى. تو اند فرو، تو اند فرو، تو اند فرو اي موفمنت، سيريز اوف جيركي اي موفمنتس. بتتكون من كام كومبوننت؟ تو كومبوننت ان اوبوزيت دايركشن، وريت لك كل حاجه واتمنى تبقى شايف اللي عملته، وفاست كومبوننت ان ذا سيم دايركشن. طب امتى تحصل؟ انت بقى اللي هتجاوبهاني. هو الكريستا اند بولاريس بتبقى استيميليتد كم مره في الخمسه اللي شرحتهم؟ مرتين. مره ات ذا ستارت ديو تو انيرشيا، ومره ات ذا اند ديو تو مومنتم. بس بصوا بقى الاذكياء، النستجمس اللي بتحصل في الاول مفيده لان انا بدور فعلا، فعناية بتدور في عكس الاتجاه عشان نثبت على الشخص. انا بعد ما اقف واحس ان انا بدور وانا ما بدورش وعناية تتحرك، ده بالعكس، ده السبب يا اولاد في ان اللي انت بتبقى بعد الدوران مش بس حاسس انك بتدور ومش قادر تركز بسبب النستجمس. يبقى النستجمس حلو قد ستارت ووحش قد انت. طب ايه الايم بتاعه في الستارت؟ تو فيكس الاوبجكت، تو فيكس الاوبجكت ان ذا فيجوال فيلد، ده قد ستارت بس.
طب النقطة اللي بعد كده أنواع النستاجمس. طب أنا عندي ثلاثة سيمي سيركل كانالز، يبقى في هوريزونتال وفيرتيكال وروتاتري. هوريزونتال وفيرتيكال وروتاتري نستاجمس. طيب نيجي للكوز اوف نستاجمس، أسباب النستاجمس. في فيسيولوجيكال وفي باثولوجيكال، حاجات فيسيولوجية وحاجات باثولوجية مرضية. فيسيولوجيكال قلناها ويز هيد روتيشن لما بتدور، قلت لك ايفن مش لازم دورة كاملة. أنا بكلم حضرتك وبدأت ألبس الكرافتة، كل مرة راسي تروح في هذا الاتجاه عينيا تيجي سلولي اون ذا اوبوزيت دايركشن. خلاص؟ لكن لو كنت بقى بكمل الدورة مش هقدر أرجع لك تاني، عينيا بتاخد واحد تاني. يبقى ويز هيد روتيشن، ويز هيد روتيشن كلنا لازم راسك تروح في اتجاه السيمسيرك كانت تحرك عينيك في الاتجاه العكسي، وبعدين لو هتكمل الدوره تجيبها في نفس الاتجاه. طب في حاجه تاني اسمها اوبتوكاينيتك نستاجمس، عارفينها يا اولاد الاوبتوكاينيتك نستاجمس دي، انه اركب قطر وبص من النافذه بتاعته. خلاص؟ في شجر او اعمده التلغراف او اعمده الكهرباء زي ما انت عاوز، تبص تلاقي انت شخص بيبص للنافذه، حضرتك ما تبصش معاه، بص في عينيه، تلاقيه عمال يعني بياخد شجره ويتابعها وبعدين يرجع ياخد اللي بعدها، يتابعها وياخد اللي بعدها، تلاقي فتلاقي عينيه عماله رايحه جايه وهو من النافذه بالظبط كده. او تلاقيه او باص على شجره معينه والقطر ماشي كده، فالشجره ماشيه بالنسبه له كده، تلاقيه بيعمل كده وبعدين يرجع لبعدها. فدي يسموها اوبتوكاينيتك نستاجمس، لانه في حركه اوبتوكاينيتك نستاجمس. طب نيجي بقى الباثولوجيكال نستاجمس، لو في مرض في النيو سيريبيلم في المينيرز ديزيز، يعني كان المينيرز ديزيز ده بيدي فيرتايجو وبيدي نستاجمس. مع النوع الثالث سيرشنج نستاجمس، في بعض الناس يا اولاد احنا مين احسن حته في العين عندنا؟ الماكلا اليوتي، دي احسن حته بنشوف بيها. الشخص ده عنده ديفكت في الماكلا اليوتي. احنا لما حضرتك بتيجي تقرا او تبص على اي حاجه مهمه عشان تشوفها بتفصيلاتها بتحطها على الماكلا اليوتي، يعني عشان دي احسن حته بتشوفها. هو ما عندوش ماكلا اليوتي فيسموها سيرشنج نستاجمس. يعني تعالى اوريها لك ازاي. لو انا عندي الماكلا مظبوطة وجيت اقرا الورق دي، ما انا ما عنديش ماكلة، بتلاقي عينيا بتحاول تشوف النقطة اللي هتشوفها واضحة، ما فيش ماكلة، فعينيا رايحة جاية. يسموها سيرشنج نستاجمس، سيرشنج نستاجمس. أو مرة أخرى لو حصل اريتيشن للسيمي سيركو كانال والفيستيبلر نيرف، قلناها يا إما بالناس الوحشة اللي بتاخد الكهوليكس أو ستريبتومايسين. يبقى تعالى ده اهم سؤال، فمش معقول ده بقى اللي ما نكرروش، فنكرره، فاضل لنا حته صغيره ونقفل باذن الله، ما تقلقش لان ده جزء مهم. يبقى تاني عنوان السؤال يا اولاد effects of stimulation of semicircular canals، او نفس السؤال effects of angular acceleration، لان قلت السيمي سيركولر 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 استيميليتد بالانجولر انجولر انجولر اكسليشن. انت بتقول انت عندك طرق للحفظ والتحصيل فن، قولها لنا انت تحفظها ازاي. انا احفظهم 3 2 1، ان انا لما بدور بحس اني بدور سنسيشن روتيشن في الاول وده ات ذا بيجيننج احساس حقيقي، وفي الاخر بحس اني بدور فيرتايجو ادي نمره 2، ونتيجه الاحساس ان انا بدور لما باجي اسند بسند على حته غلط، ايدي بتباس بوينت بتعدي النقطة اللي أنا عاوزها، فسموها باس بوينتينج تيست أوف برانيه أو بوست روتاتوري أكشن. يبقى أنا أحفظ التلاتة دول مع بعض، سنسيشن روتيشن مع الفرتايجو مع الباس بوينتينج تيست أوف برانيه، وبعدين آخد اتنين بتوع الأرجوحة أوتونوميك تشينجز، ومش ضروري تكتبهم كلهم، كلنا حافظين ناس مع الأراجيح بيجي لها غثال نفس وفوميتنج نوزيا وفوميتنج، لكن في حاجات تانية قلناها يا أولاد. في عندك بيبقى شاحب بالور نفسه مكروش انكريز ريت اوف ريسبريشن ضغطه قليل هايبوتنشن براديكارديا سويتنج كل الكلام، وبعدين الماسل تون عاوزك تتخيل انك جبت الكراسي الطائره دي وبتدور ناحيه الرايت، تلاقي كل الناس بتميل
ناحيه الرايت. ولما بتركب على فكره واحد مجنون في السوق بيحول كده تلاقينا كلنا عملنا كده، يبقى زودنا التون في نفس ناحيه الدوران وقللناه في الكونترالاترال سايد، تحفظوا مع بعض، يبقى تشين ميتروم تشينجز تشينج في الماسل تون، يبقى نستجمس سهله. نستجمس دي خد بالك في نقطتين مهمين جدا، ذا بيجيننج اوف روتيشن من اهم كلمه سمعهاني انرجي. ايه اللي بيعمل الكلام ده؟ ان انا بدور الاندورفين بيمشي في اتجاه عكس انرجي. ذا ستوبج اوف روتيشن ظاهره ثانيه، ان الاندورفين بيكمل يسموها مومنتم. طب الفيرتايجو ده بعد ما خلصت دوران يبقى سببه مومنتم، انما النستاجمس بتحصل في اول الدوران وفي اخر الدوران يبقى سببها انرجي اند مومنتم، دي اللي هي لوحدها ده النستاجمس، اللي هي عباره عن ايه؟ افتكر حركه العين في جيئات وذهاب، حركه العين في جيئات وذهاب، تو اند فرو موفمنتس اوف اي بول او سيريز اوف جيركي اي موفمنتس، ده الديفينيشن. طب ايه سببها؟ قلنا بتحصل at the start due to inertia و at the end due to momentum، تبقى عارف هذا الكلام. طب ايه الاوبجكت؟ هي مفيده في البدايه بس، ان انا بدور كده فعشان اثبت عينيا بتثبت على الحاجه، انا بمشي بس مثبت الفيجن. يبقى at the start الاوبجكت ان هي to fix الفيجوال فيلد. انا في النهايه بالعكس انا بطلت ادور وعينيا عماله تلعب مش شايف كويس وبجربها. الميكانيزم قلنا سببها المومنتم ويل انرجي، في الاول انرجي وفي النهايه مومنتم، انواعها في ثلاثه سيمي سيكو كان هيبقى في ثلاث انواع، اسبابها يا فيسيولوجيكال اثنين لما ادور وانا راكب القطر اوبتو كاينيتك، يبقى بوست روتاتوري او ويز هيد روتيشن، قلت الدوره مش لازم يا ولاد ادور دوره كام كده روتيشن وكده روتيشن، يا ربنا مش عاملهم عشان لازم الاراجيح، اي روتيشن ويز هيد روتيشن اوبتو كاينيتك. وحاجات باثولوجيكال قلنا زي النيو سيربيلر ليجن، اللي عنده نيو سيربيلر ليجن، الناس اللي بتشرب الكوليكس او بتاخد ستريبتومايسين بتريتيت الجهاز كله السيمي سيركو كانابل فيستيبولار نيرف، او منير ديزيز خدناها اللي بتدي نستاجمس وبتدي فيرتايجو، او سيرشنج نستاجمس، الناس اللي ما عندهاش ماكله تيجي يبص هو بيقرا مش عارف يثبت على النقطه اللي عاوز يبص عليها فتقول يعني انا بتعمل كده سيرشنج نستاجمس، بيبقى في ديفكت في الماكله. يبقى السته كام بقى يا اولاد نقولهم مع بعض؟ 3 2 1 عشان ده اشهر سؤال. اما بدور السؤال ليه عنوانين، الايفكت والستيميليشن اوف سيمي سيركو كانال هو نفسه الايفكتس اوف انجل اكسلريشن. ليه؟ لان انا علمتها لكم اليوم مره، السيمي سيركولار 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 ربنا خلقها عشان انجلر 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 اكسلريشن. يبقى فيه سنسيشن روتيشن في الاول وان فولس سنسيشن روتيشن في الاخر، هي دي الفيرتايجو بسبب المومنتم، ثم كنتيجه لان انا حاسس بدور وانا ما بدورش ايدي بتتخطى النقطه، فشوف التعبير يسموه ايه، باس بوينتنج تيست، باس بوينتنج تيست اوف براني او بوست روتاتوري اكشن، دول ثلاثه مع بعض. بعد اثنين تشينجز، اوتونوميك تشينجز، اوتونوميك تشينجز بتشينج في الماسل تون، يزيد في الابسيلاترال ويقل في الكونترات، وبعدين استجمس اهي. شفت ازاي السؤال اهو اجابته حلوه قوي، 3 2 1 3 2 1 نقولهم بقى مع بعض. يبقى سنسيشن روتيشن ده صح في الاول، فيرتايجو فول سنسيشن روتيشن ده غلط في الاخر، ده بسبب الانيرشيا ده بسبب المومنت، ثم باس بوينتنج تيست براني، وبعدين اوتونوميك تشينجز وتشينج في الماسل تون، حفظوا مع بعض التحصيل فن مذاكره فن تحصيل فن اخر، وبعدين استجمس. ده اشهر سؤال، لسه ما خلصش السؤال. هيقول لك طب احنا الميكانيزم، عارف لما اقول لك قول الميكانيزم تشرح له النيرفس كونكشن، واذا ما حفظتهاش مع العبد الله مش هتعرف تحفظها، هي سهله جدا بس نحفظها مع بعض. النيرفس الكونكشن اللي بيعمل كل حاجه هو ده الميكانيزم ازاي بتحصل. طيب انا بقى ايه برضو مذاكره فن تحصيل فن اخر، في قاسم مشترك في الست حاجات، ان الامبلس سيمي سيركولار كانالز بعتت الامبلس الونج ثلاثه فيستيبولار، فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجليون، وبعدين فيستيبولار نيوكلس في المظله. يبقى سيمي سيركولار كانالز اهو ده كده هتاخد نمره لقاسم مشترك اعظم، الست حاجات دول الامبلس جايه من السيمي سيركولار كانال مرورا بثلاثه فيستيبولار، فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجليون، فيستيبولار نيوكلس في المظله.
طبعا بلاقي شويه طلبه زي ما نبهتش عندهم مخهم ضارب، يقول لك فيستيبولار نيوكلياس وبعدين فيستيبولار جانجليون. يا بابا الجانجليون كوليكشن اوف نيرونز اوتسايد اوتسايد السنترال نيرف سيستم، بينما النيوكلياس انسايد السنترال نيرف سيستم. في حاجتين ما بحبهمش، عدم النظام والعبط. يبقى طلع الامبلس من السيمي سيركل كانالز، فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجليون، فيستيبولار نيوكلياس. بعد كده نكمل. حضرتك عاوز ايه؟ مش هاخدهم بالترتيب، عاوز تشينج في الماسل تون. يبقى لازم تنزل بتراكس اصرف تون لسه قايلينهم. اللي هم الريتيكولو سباينال تراكس، يبقى انت جاي من الريتيكولو فورميشن الى السبان كورونيو والريتيكولو سباينال، دول كانوا نوعين، فاكر الفنترال فاسيليتاتوري واللاترال انيبيتوري، الفنترال فاسيليتاتوري واللاترال انيبيتوري، ومعاهم بقى فاسيليتاتوري برضه فيستيبولو سباينال تراك. يبقى الماسل تون الريتيكولو سباينال تراكس بشقيه فنترال لاترال والفيستيبولو سباينال تراكس. خلصت سهل. طب الاوتونوميك تشينجز ما احنا لسه قايلينها يا ولاد، مش قلنا كل السنتر بتاعت الجي اي تي وبتاعت الريسبيريشن وبتاعت الكاردو فاسكولار موجوده في الريتيكولا فورميشن؟ يبقى حته برانش صغير من الفيستيبولار نيوكلياس يروح للريتيكولا فورميشن فيسموه ايه بقى؟ فيستيبولو ريتيكولار. خلص الاوتونوميك تشينجز. يبقى الماسل تون خلص في كلمتين، ريتيكولو سباينال اند فيستيبولو سباينال تراكتس. الاوتونوميك تشينجز في كلمه، فيستيبولو ريتيكولار، كلها حاجات بالعقل. طب نيجي للنستاجمس، سهل قوي يا اولاد. نستاجمس يعني حركه العين، العين بتتحرك بالعصب الثالث والرابع والسادس. طب مين اللي بيربطهم ببعض في في البرين ستيم؟ حاجه اسمها ميديا لونجيتودينال باندلز. طب النستاجمس دي بتحصل لعين واحده ولا العينتين؟ للعينتين. يبقى الفيستيبولار نيوكلياس تبعت للميديا لونجيتودينال باندلز اون بوث سايدز، للميديا لونجيتودينال باندلز اون بوث سايدز. لو عاوز تاخد نمره احسن شويه هتقول الاتي، ان في سلو كومبوننت بيبقى السنتر في الميد برين والبونز، دي الاهم تو سنترز، والفاست اللي جاست بترجعك عشان تاخد حاجه جديده السنتر في الميد برين. يبقى هنا الامبلس طالع من الفيستيبولار نيوكلياس رايح للميديا لونجيتودينال باندلز اون بوث سايدز، السنتر بتاع السلو ميد برين وبونز، السنتر بتاع الفاست ميد برين. نيجي بقى الوقعة في الفيرتايجو. ما هي الفيرتايجو؟ False sensation of rotation، إحساس كاذب بالدوران. يبقى الطالب ذكي إحساس، يبقى لازم we will end up في الكورتكس، هو ده بتاع الإحساس. على وجه التحديد في الإيكوليبريم سنتر، ده لوحده سؤال MCQ مهم جدا، اللي موجود فين؟ انا متوقع في السوبيرو تيمبرال جايروس. ما السوبيرو تيمبرال جايروس ده في الودن بشقيها، في الاوديتوري سنتر وفي الايكوليبريم سنتر. سوبيرو تيمبرال اللي هو هنا اهو، الاوديتوري السوبيرو تيمبرال. واقول لكم معلومه في عجاله لكن جميله في فقره المعلومات العامه، ربنا سبحان الله قدم السمع على البصر يا اولاد. خلاص واحد يقول لي يعني ايه الدليل؟ هقول لك حاجه، التذكر اسهل كثيرا بالسمع منه في البصر. عشان كده نتملي بعض اقول لك حاجات، اقول لك خد بالك الفاسيليتاتوري في الفنترال، الفاسيليتاتوري في الفنترال اربطهم ببعض، الراس اللي بيعمر الراس، الراس اللي بيعمر الراس، مش بوريها لك تتفرج عليها، اثبات بالحياه. هديك اغنيه مكتوبه اقول لك احفظها. خلاص؟ صعب جدا. خلاص؟ انما اسمعها لك مره مرتين تسمعها، احفظها هوا، نحفظ اغاني مسموعه تسمعها. الدليل على ذلك ان الميموري سنتر ربنا حطه برضو لما نقوله في السايكولوجي في التمبورال ريجن، يعني جنب الاوديتوري مش جنب الاوكسيبتال. ودليل جميل اتعلمه، مين الاكثر اللي يقول لك ذاكره الافيال؟ الافيال محتاجه كميه رهيبه من الميه. قائد الفصيل بتاع الفيله انثى، تقدر تتذكر مكان فيه ميه من 30 سنه. فما شرحنا مخ الفيل لقينا اكبر تمبرال لوب موجود في الفيل، ذاكره رهيبه. يبقى السمع والاتزان هم حاجه واحده، الاثنين اوديتوري ومعاهم التذكر، كلهم في التمبرال عشان ما تنساش. يعني كانت هذه فقره المعلومات العامه.
ذاكرة الأفيال، أكبر تمبرال لوب ميموري، والميموري ربنا حطها جنب السمع، السمع 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 أقوى من البصر. سبحان الله. عشان كده حتى في شرحي ما بقولش بتون واحد بصوت واحد، بحاول تسمع. الناس بيقولوا بنسمع صوتك، ما بيقولوش بنشوف شكلك. يبقى عشان أحس لازم أروح للإكوليبرام سنتر اللي هو في السوبيريو تمبرال جايروس. طيب وعشان أروح للسوبيريو تمبرال جايروس خلاص اللي هو في الإكوليبرام سنتر لازم أعدي على الثلمس. ما اتفقنا مفيش حد يروح للبيك كورتكس لما يعدي على الثلمس وهو أوبوزيت سايد، لأن إحنا قلنا الإحساس بتروح الناحية التانية. الجديد إنه مرورا بالسيريبيلم، مرورا بمين؟ بالسيريبيلم. ففي السيريبيلم دي اللي صعبة شوية، هندخل من انفيرو سيربيلر بلانكل ونطلع من السوبيرو سيربيلر بلانكل. ندخل من الانفيرو لان جايين من الفيستيبر نوكلس في المظلة يبقى تحت، ونطلع من السوبيرو لان رايحين لفوق للكورتكس. مرورا بثلاث حاجات جوه السيربيلر: فوليكيولو نودولار لوب، فادنتيت نوكلس، ففاستيجيال نوكلس. طيب احاول اذكرك بيها. السيربيلر ثلاث انواع هناخده بعد محاضرتين ثلاثه. الاقدم واحد فيه شكله زي البابيونا كده، اسمه فوليكيولو نودولار، فوليكيولو نودولار لوب، ومنها ليل دنتيت نيوكليس لان شكلها زي السنه، ومنها ليل فاستيجيال نيوكليس شكلها زي شجره الاحتفالات بتاعه الكريسماس كده، فاستيجيال عارف بيبقى شكلها كده زي الثمانيه زي شجر الارز في لبنان. يبقى في السيربيلم ثلاث حاجات افتكرها، طلبه يقول بنفتكر عملتها ازاي، لو ما حفظتهاش بقى عمرك ما تحفظها. فوليكيولو نودولار، فوليكيولو نودولار لوب، ف دنتيت نيوكليس، ففيستيجيال نيوكليس. وبعدين نروح للثالاموس اوف اوبوزيت سايد سوبيريو تمبرال جايروس. يبقى تحفظ ازاي؟ ده اصعب باس واي. 1 2 3 برضه. واحد الباس واي قاسم المشترك ان السيمي سيركول كانال بعدت عن طريق فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجل، وفيستيبولار نيوكليس. دي قاسم معاهم كلهم. هعدي على السيريبيلم بعدين اروح احس في الكورتكس. هعدي على السيريبيلم، هي دي الوعه ثلاثه. قولهم: فوليكيولو نودولار لوب، دنتيت نيوكليس سنه، فاستيجيال فيستيفال يعني احتفال، فاستيجيال نيوكليس لانها شكلها زي شجر الاحتفالات. واطلع منها على اثنين اللي هم الثالاموس والاوبوزيت سايد في السوبيريو تمبرال جايروس. ده خد بالك، ده كل واحده من دي سؤال كوم اس كيو، كل واحده من دي سؤال شافوي، انما قلتها لك باسهل طريقه. يبقى الكونكشن، المذاكره فن، التحصيل فن اخر. في قاسم مشترك يضمن لك نمره. الامبلس جاء منين؟ سيمي سيركو كانالز مرورا بفيستيبولار نير، فيستيبولار جانجل، فيستيبولار نيوكليس. حضرتك عاوز ايه؟ ماسل تون، يبقى لازم تنزل للسباينال كور، يبقى فيستيبولو سباينال وريتيكولو سباينال، فيستيبولو سباينال وريتيكولو سباينال تراكتس. حضرتك عاوز ايه؟ اوتونوميك تشينجز، طب احنا قلنا ريتيكولا فورميشن في كل السنتر، يبقى فيستيبولو ريتيكولار. سهله قوي. حضرتك عاوز ايه؟ نستجمس، تبقى تروح للميديا لونجيتيودنال باندلز اللي بيوصلوا 3 4 5 6 اسف 3 4 6 اون بوث سايدز. يبقى دي سهله. الماسل تون، ريتيكولو سباينال، فيستيبولو سباينال. اوتونوميك تشينجز، فيستيبولو ريتيكولو. النستجمس، ميديا لونجيتيودنال باندلز اون بوث سايدز. عاوز فيرتايجو، دي واقعه بقى. بعد القاسم المشترك تعدي في السيربيلم على ثلاث حاجات: فوليكيولو نودولار لوب، فدنتيت نيوكليس، ففاستيجيال نيوكليس، وتطلع منها على الثالاموس والاوبوزيت سايد فالإكوليبريم سنتر. طالب قال لي طب فين بقى الباست بوينتنج تيست والبرانين؟ انت ما قلتهاش. ايه رايك؟ فكر معايا فينها صحيح؟ ما جبناش سيره ال الباست بوينتنج تيست والبرانين. لا جبنا سيره الباست بوينتنج تيست والبرانين، دي سكندري تو فيرتايجو، كنتيجه لانك حاسس انك بتدور وانت ما بتدورش حطيت ايدك غلط. عشان كده ما اقول لك قول لي الباث واي بتاع الباث بوينتنج تيست والبرانيه هو نفسه بتاع الفيرتايجو اللي هو اصعب واحد. تاني يا اولاد معلش، لان انا عارف الحصه دي تقيله. لما اقول لك قول لي الميكانيزم او الباث واي، هو نفس السؤال بتاع الست حاجات اللي خدناهم. فاكر الست حاجات؟ سنسيشن اوف روتيشن في اول الدوران، وبعدين فول سنسيشن فيرتايجو، وبعدين
باس بوينتنج تيست الطرانية، ادي تلاتة مع بعض، واثنين اوتونوميك تشينجز وتشينج في المسل تون، وواحدة نستجمس، كلهم سهلين. تروح راسس القاسم المشترك السيمي سيركل كانالز، هتبعت امبلس لتاتا فيستيبولار، فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجل، فيستيبولار نيوكليس. عاوز ايه مسل تون؟ فكر فكر، تنزل السباين كورد، يبقى فيستيبولو سباينال اند ريتيكو سباينال. عاوز اوتونوميك تشينجز تروح للريتيكا فورميشن، يبقى فيستيبولو ريتيكولار. عاوز تحرك العين نستجمس، يبقى ميديال لانجوتيولار باندلز اوف بوث سايدز. عاوز فيرتايجو او باست بوينتنج تيست اوف براني، استناني شويه، دي اللي عاوزه نفكر شويه. اللي هم ايه يا اولاد؟ هنروح لازم للكورتكس في النهايه عشان نحس. ندخل السيربيلا ونعدي على 3 ونطلع منه نعدي على 2، ندخل السيربيلا ونعدي على 3 ونطلع منه نعدي على 2، ندخل السيربيلا ونعدي على، فاكرهم، فوليكلو نودولار لوب، فوليكلو نودولار لوب، دنتيت نيوكليس، فاستيجيال نيوكليس. بعد نطلع من السوبيريو سيربيلا بلانكل على فوق بقى على الكورتكس، عشان كده دخلنا من الانفير وطلعنا من السوبيريو. تروح للثالاموس اوف ذا اوبوزيت سايد، ومنها ليل مين بقى بتاع السمع وبتاع الاتزان وبتاع الذاكره؟ السوبيريو تمبرال جايرس. سهل يا ولاد. طيب فضلنا سؤالين خالص. ده سؤال ام اس كيو، ميكانيزم اوف ستيميليشن اوف سيمي سيركل كانالز. ازاي بنعمل ستيميليشن للسيمي سيركل كانالز؟ هتسالها في الشفا او في الام اس كيو. السؤال اللي بحب اقوله ما بيقولوش الزملاء، هو احنا ليه عاوزين نعمل ستيميليشن للسيمي سيركل كانالز؟ في وظائف يا اولاد، دي للفهم، وظائف اساسا عباره عن دوران روتيشن. فلو ان الانسان ما بيحتملش روتيشن وبيتقى جامد وبيفر وبيحصل له بالور ولخبطه وهيبوتنشن، ما ينفعش. وباس بوينتنج تيست برانين شاور على حاجه مش اللي هي المفروض يشاور عليها. كل واحد بيحصل له الحاجات دي بس بنسبه صغيره قوي. لو هو بتحصل بنسبه مزاده يبقى لا يصلح لوظيفه فيها دوران. زي مين؟ زي راقصات وراقصي الباليه، الموضوع كله دوران. زي بتوع الاكروبات، زي الطيار الحربي، الطياره طول النهار تلف وتدور وانجولار اكسلريشن كلها. فلو هتدخل معها الباليه، هتلعب في سيرك، هتروح معها الطيران، لازم تجي لنا الاول نشوفك، نعمل لك ستيميليشن للسيركل كانال ونشوف الريسبونس بتاعتك ازاي. في 3 طرق للستيميليشن. اول طريقه، الطريقه العاديه، نعمل لك روتيشن، نقعدك على كرسي بيدور. روتاتوري ميثود، دور 10 دورات في 20 ثانيه، مش مهم الرقم ده خالص. بس خد بالك بقى، اللي فهم معايا الاناتومي كويس، الدوران يا اولاد، ده الكرسي اللي بيدور، ده بيدور في ايه؟ الهوريزونتال بلين. بس احنا قلنا يا اولاد، قلنا يا اولاد ان الهوريزونتال كانال ما هياش ديد هوريزونتال، دي عامله زاويه 30 مع الافق. يبقى لو انا هعمل التجربه دي اقول لعيان هات راسك 30 لقدام، فتبقى الهوريزونتال كانال ديد هوريزونتال. يبقى في الروتاتوري ميثود يجيب راسه دقنه كده تيجي تسنع على صدره، لان احنا قلنا الهوريزونتال ماش ديد هوريزونتال، عامله زاويه 30. يبقى عشان تبقى ديد هوريزونتال، لان الدوران في الهوريزونتال، عشان نعملها بقى بطريقه حلوه قوي، تقول له هات دقنك على صدرك، يجيب دماغه قدام 30 درجه. طب سؤال بقى في الام اس كيو، في الروتاتوري ميثود لما يدور بتستيميليت ايه؟ تو كانالز اون بوث ايرز، يعني كانال هنا وكانال هنا، وان كانال اون بوث ايرز، يبقى بتستيميليت تو كانالز. طيب كرسي اللي بيدور بايظ، احنا عاوزين نحرك الاندولينف عشان نريفلكت الكوبيولا، نعمل لها ستيميليشن. في طريقه ثانيه بالكونفكشن كارنت يا ولد، تيارات الحمل. نجيب قطنه فيها ميه، انت درجه حراره السوائل بتاع جسمك 37، فنجيب قطنه فيها ميه درجه حرارتها يا 20 يا اما 42 43، يعني يا اسخن يا ابرد، تحطها في ودن العيان. يبقى الاندولين في المجاور ليها حرارته مختلفه عن الاندولين في الاخر، مش نفس درجه الحراره. خلاص ده مش هي دي، فيحصل ما بينهم كونفكشن كارنت، تيارات حمل، فالاندولينف يتحرك فالكوبيلا تبقى ديفلكتد. نيجي الغباوه بقى، اقول للطالب يعني الكونفكشن كارنت يحصل ازاي؟ يشاور لي كده ان ده حاجه سخنه وحاجه بارده، يحصل ما بينهم كونفكشن كارنت كده. دي ملهاش غير كماله واحده، اعمل له كده بره، ما كملش الامتحان. مفيش كونفكشن كارنت هوريزونتال يا غدر. غدر هنا طبعا للتسليه، يعني الدعابه
قلنا في قبيلة اسمها الغجر، هبحكي لكم عنها، يعني مش إساءة، قبيلة هنحكي عنها تاريخ. Convection current ده بيعتمد على الوزن، فلازم يبقى vertical، عمره ما بيبقى horizontal. فالطلب يقول لي طب احكي لنا حكاية من حكاياتك عشان ما ننساش قصة الconvection current دي. احكي لكم حكاية مثلث برمودا، كلكم عارفينه. مثلث برمودا ده في غرب المحيط الأطلنطي، خلاص، غرب المحيط الأطلنطي جنب كده الحتة بتاعت فلوريدا والكاريبيان، خلاص، اللي هو بيقول لك يروح هناك طيارات وسفن بتتشفط لتحت. مثلث برمودا، برمودا ترانجل او ديفل ترانجل، برمودا ترانجل او ديفل ترانجل في غرب المحيط الأطلنطي. فيعني طيارات صغيرة وسفن صغيرة تروح تتشفط، فحاروا في ذلك. يعني في احد التفسيرات اهي، تعالى بنتعلم معلومات عامة لطيفة، اللي بيقول لك عند مثلث برمودا اللي هو الديفل ترانجل في غرب الأطلنطي، في تحت في قاع المحيط اهو، ادي سطح المحيط وادي قاع المحيط، في بركان. فليه مش كل سفينه لما بتعدي بتغطس او لا تبقى صغيره؟ قال لك هل البركان هادي ولا ثائر؟ ما هو البركان ما بيثورش، لما يثور البركان بيعمل ايه بقى؟ بتطلع اللافا اللي هي الحمم بتاعته دي تسخن ميه، فالميه ما تسخن كثافتها تقل فتطلع لفوق، وينزل مكانها الميه البارده اللي هي كثافتها اكتر. فلو في سفينه صغيره فوقها تروح نازله. طب مره طالب غلس عليها قال لي طب والطيارات الصغيره ليه بتتشفط؟ لانه هنا اللافا دي بتبقى فيها يعني معادن منصهره عندها ماجنتيك باور رهيبه، فممكن تشفط حاجه صغيره. يبقى ده التفسير بتاع مثلث برمودا الديفل ترانجل. طيب بنفس المنطق، لو انا في كوبايه كده وحطيت شعله وسخنت، ما الكونفكشن كرم بيحدث ايه؟ فيرتيكال، السخن هيتمدد بالحراره فالكثافه تقل، يطلع لفوق وينزل بارد. يبقى طول عمره الكونفكشن كرم بتعتمد على الوزن، تبقى فيرتيكال. فالكنال تو بي ستيميليتد يا اولاد لازم تبقى في الفيرتيكال بلين. طب هي اوريدي جايه كده 30 درجه، يبقى لو بعد ما احط القطنه وانا عاوز استيميليت الهوريزونت، اقول عن هات راسك لورا 60، كده بقت الهوريزونتال ديد فيرتيكال، يبقى هيحصل فيها كونفكشن كار. وفي الطريقه دي يبقى بتستيميليت 1 كانال ان 1 اير، يبقى واحده بس في كانال، انها في روتاتري 2 كانالز 1 ان ايتش اير. طب في طريقه ثالثه، قال لك حته تجيب باتري كده بتطلع جلفانيك كارنت، يعني قال لك ما ناخد من الاخر. يعني ايه ناخد من الاخر؟ هو انت لما بتدور الشخص الاندولين في بيتحرك، فالكوبري تبقى ديفليكتد، فتطلع امبلسز الونج ده ايه؟ ده نيرف. طب ما نعمل استيميشن نيرف على طول. دي فكره الجلفانيك كارنت، تروح حاطط الجلفانيك كارن كده على الماستويد بروسيس استيميليت الفيستيبولار نيرف. طب هنا النيرف بقى متصل بكام كانال؟ بالثلاثه. يبقى هنا بتستيميليت 3 كانالز ان 1 اير، وده احساس مدمر في الاحساس بالدوران. انت عارف في الاراجيح اللي بيعملوها في الملاهي، يوم ما بيدورونا في اتجاهين بتبقى الارجوحه دي حدث، ده هتحس بقى انك بتدور في ثلاث اتجاهات، احساس مروع لانك بتستيميليت 3 كانالز. النيرف ده بتاع الثلاثه، يبقى الاليبتيكال شغل ثلاثة، الهوريزونتال الروتاتوري شغل اثنين، بتاعت الكونفكشن كارنت ثيرمال ميثود شغل 1 كانال في 1 اير. بفتكر واحد اللي هو الثيرمال ميثود، ولازم عشان تبقى فيرتيكال تجيب راسك لورا 60 درجة. طب الروتاتوري تجيب دماغك لقدام 30 عشان يبقى هوريزونتال شغل اثنين، الجلفانيك شغل الثلاثة. ممكن كده على البسطه بتاع بيتك تعمل لك قرشين زي ما قلت، جيب كرسي وجلفانيك كارنت، تقول للطفل تعالى انا هدورك بس حط المعلومه، روح حاطط له جلفانيك كارنت، تحس انه بيدور في ثلاث اتجاهات، ما هو ما فيش مرجحه توري له الاحساس ده، اعمل لك قرشين بالفسيولوجي. خلاص؟ الدعابه يعني. فاض حته صغيره تاني، يبقى عندي ده الميثود ستيميليشن والسيمي سيركو كانالز. في روتاتري ميثود لازم تبقى الكنال في الهوريزونتال بلين وبتشغل 2 كانالز 1 ان بوث اير.
يعني وان كانال ان ذا تو اير. الكالوريك بتعتمد على الكونفكشن كارنت اللي هو لازم يبقى فيرتيكال، فلازم تبقى تجيب دماغك لورا 60 درجه عشان الهوريزونتال تبقى فيرتيكال، لانها اوريدي جايه 30 شغل وان كانال وان اير. الجلفانيك 3 كانالز ان وان اير، يبقى دي بتشغل 2 كانالز، واحده في كل ود، دي 1 كانال دي 3 كانال. حتى حلوه في الهرس، يبقى واحده بتشغل واحد ده الكالوريك، واحده بتشغل 2 ده الروتاتري، واحده بتشغل 3 ده الالكتري. بس في الروتاتري لازم الكانال تبقى ديد هوريزونتال، عشان كده قلت لك الاناتومي الاول، يبقى تجيب دماغك لقدام 30 درجه. في الكالوريك تجيب راسك لورا 60 درجه عشان تخلي الهوريزونتال فيرتيكال. طيب اخر حته صغيره يا اولاد اللي هي بقى اليوتركل والسكيول. اليوتركل والسكيول، فاكر الفيستيبيول اللي هو الرودها كان فيه عندي كويس ورحين، فكل واحد فيه ريسبتور واحد اسمه اوتليث اورجان. اوتليث يعني حصوات في اللغه، او اوتوكونيا او اير داست يعني اضطراب الود اهي. يعني كل واحده ادي السكيول وادي اليوتركل، كل واحده فيها ريسبتور اسمه الاورجان بتاع الحصوات اوتليث اورجان. كل عباره عن مجموعه هير سيلز اهي يا اولاد، كل هير سيلز شايله فوقيها حصوه اوتليث معموله من، مش مهم تعرف منين، زملاء كتير ما يعرفوش، بالكالسيوم كربونيت. اوتليث اورجان او يسموها ماكله، ماكله يعني بقعه، لان هي بنش كبيره كده، البنش شكلها بقعه جوه اليوتركل والسكيول. ده كويس وروحين جواه بقعه اللي هي الاوتليث اورجانز، او يسموها ماكله. ليه سموها اوتليث اورجان؟ لان فيها حصوات صغيره كده الاوتليس او الاير داست. دي عباره عن برضه هير سيلز كده، بس الفرق هنا بقى ان كل هير سيل عن هناك انها شايله حصوه اهي، والهير سيلز دي اورينتد ان ديفرنت دايركشنز، يعني رايحه في اتجاهات عديده. بس في قاعده عامه، اللي في اليوتريكل موجوده على الفلور بتاع اليوتريكل، وبالتالي الهير سيلز دايركتد ابورز. واظن من غير ما اقول لك شايف تحفظها ازاي، اللي في اليوتريكل لانها على الفلور الهير سيلز اب، اليوتريكل اب اليوم على اليوم. انما اللي في السكيول موجوده على السايد، على السايد، وبالتالي الهيرسل على اللاترال وول، وبالتالي الهيرسل دايركتد لاترال للسايد، الاس مع الاس. يبقى اللي في اليوتركل اب واللي في السكيول رايحه للسايد. طيب نيجي ايه الفانكشنز اوف اليوتركل والسكيول؟ كلمتين، ده عمرها ما تيجي سؤال نظري. اولا مينتنس اوف ستاتيك ايكوليبريم، او الاحلى منها يعني ايه ستاتيك ايكوليبريم؟ تعرف the position of head in space، وضع رأسك في السبيس. وهنا تعالى اوريها لك الاول اهو، دول بتوع السكيول هما في السايد، ادي الهير سيل وادي الحصوه اهي، الحصوه هما بيشتغلوا از ميكانيكال ريسبتور ستريتش ريسبتور. يعني لما الحصوه تبقى ريستنج على الشعره كده مفيش استيميليشن، لكن لما الحصوه تبقى شاده كده على تحت على الهير سيلز يحصل استيميليشن. طب نورمالي بتوع السكيولز اهم كده، يبقى انا دماغي معدوله ايكوال استيميليتد، فانا حاسس ان دماغي في الفضاء معدوله زي الفل. خلاص، لو انا دلوقتي بدات دماغي تيجي الناحيه دي، يبقى دي بقت مدلاه عامله استيميليشن، الاستيميليشن زاد، ودي بقت انهبيتد لانها بقت راكبه على الشعره مش شاده عليها، هي ستريتش ريسبتور، يبقى دي استيميليتد ودي مش استيميليتد، فحس دماغي رايحه ناحيه الشمال. بالعكس لو جبت راسي كده يبقى دي مش استيميليتد ودي اللي استيميليتد، الحصوه مدلاه، يبقى احس انها رايحه ناحيه اليمين. يبقى اورينتيشن اوف هيد ان سبيس. طيب هنا بقى هكمل حته صغيره للاكثر ذكاء من الطلبه. امال الهيد ان ريليشن تو ذا بادي مين اللي بيديك الاحساس بتاعها؟ النيك بروبريسبتورز. خلاص؟ يعني انا راسي هي معدوله في السبيس بس معوجه على البادي، في السبيس معدوله بس معوجه على البادي،
العضلات دي مشدودة ودي مش مشدودة. يبقى الهيد in relation to the body neck proprioceptors. الهيد in relation to the body neck proprioceptors. طب الهيد اهي معدولة على البادي بس معوجة في السبيس. دي stimulated ودي inhibited. يبقى الاطلس اورجان او الماكلة اللي هو النون اوديتوري لابيرنس. يبقى ده سؤال مهم جدا في الشفوي. يبقى وضع راسك في الفضاء في السبيس مين اللي بيديهولك؟ اللي بيديهولك الماكلة او الاطلس اورجان. انما وضع راسك بالنسبه للبادي اللي بيديهولك النيك بروبريسبت. لا ممكن معدوله في الفضاء بس معوجه على البادي يبقى دي مشدوده ودي لا. ممكن العكس معدوله على النيك بس معوجه في الفضاء يبقى ده الاطلس اورجان. تاني واخر وظيفه ونقفل بس بقولها ليه عشان نكمل الصوره. لينير اكسلريشن مش الانجولار. لما نبقى راكبين باص راكبين قطر نفس الفكره اهي. بصوا معايا طول ما مفيش انت راكب القطر لسه او الاتوبيس او الكار ما طلعتش مش حاسس اي حاجه. تو ما بيبتدي يتحرك لقدام كده بالانيرشيا بالقصور الذاتي الحصوات بترجع لورا فحس ان ابتدت الحركه. حتى لو فرمل فجاه انا وقفت جوه الباص بس هي بالمومنتم طلعت قدام اتشالت قدام فحس ان انا الاتوبيس واقف. يبقى اول ما يبتدي يتحرك انا بتحرك لقدام بس هما بالانيرشا بيرجعوا لورا ستريتش الهير سيلز احس ان الحركه بدات. طب انا وقفت بس الحصوات طلعوا قدام شدوا على الشعر. انما ويز كونستانت سبيد تاني ما حسش حاجه. واحد يقول لي طب ازاي يعني؟ ازاي؟ احنا بنركب طيارات بتبقى سرعه الطياره 900 كيلومتر في الساعه وقاعدين حضرتك سرعه ثابته. الانيرشيا از اوفر كامد. حاسين لما تغمض عليك ساعات كده تحس ان الطياره واقفه. انا فاكر مره زميل فاضل عندنا في الكليه كان اول مره يركب الطياره معانا. وبعدين الطياره طلعت عاليه جدا جدا فطبعا الصوره ثبتت تحت في الارض. قال لي يا دكتور ده الطياره وقفت. قلت له يا نهار ابوك اسود. وقفت يا ابني نقع زي الطوب. مش بتاع فسيولوجي مش محصل القصه. يبقى ليه ربنا خلق اليوتريكل والسكيول اللي هو الماكله اللي هي الاطلس اورجان لسببين هنا. خد بالك سيمي سيركولار كانال لسبب واحد انجولار سيمي سيركولار انجولار في الام اس كيو انجولار انجولار سيمي سيركولار انجولار انجولار انجولار. انما الماكله اللي هي الاطلس اورجان اللي هم اليوتريكل والسكيول لينير اكسلريشن. وهما الاثنين يشتغلوا امتى؟ احفظ معايا صم at the beginning بتاع الموفمنتس سواء كانت انجولار او لينير due to inertia at the end due to momentum. وخد الثالثه بقى with change in speed لو اتغيرت السرعه. لان لو السرعه زادت كان بدانا حركه جديده. السرعه قلت كان بدانا وقوف. انما with constant speed no stimulation. غلط. يبقى عندك سؤال يقول لك اختار الغلط. هي مش stimulated امتى؟ هي stimulated بالاكسلريشن او بدايه الحركه. نهايه الحركه تشينج ان سبيد سواء كان اكسلريشن او ديسلريشن بات نوت كونستانت هاي سبيد. الكونستانت هاي سبيد لا. الكره الارضيه بتدور بسرعه ثابته مش حاسين انجولار اكسلريشن. الطياره ماشيه لينير اكسلريشن بسرعه هايله بس ثابته مش حاسين. دي الغلط. الكونستانت هاي سبيد ما نحسوش. ربنا خلقنا نحس البيجينينج الاند والتشينج في السبيد. يبقى ربنا خلق اس مش سيركل كانال انجولار 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 اكسلريشن. خلق ليه الماكله والاطلس اللي هم السكيول واليوتريكل. قلنا اوعى تنسى في السكيول دايركتد تو ذا سايد اس مع الاس في اليوتريكل دايركت اللي فوق وعليهم الحصوه هم ستريتش ريسبتور ميكانو ريسبتور. سؤال ام اس كيو يدوك حاجتين الهيد ان سبيس خلاص الهيد ان سبيس ويدوك اللينير اكسلريشن. الهيد ان سبيس ممكن يجيبها لك المينتنس والستاتيك ايكوليبريم اهي الرسمه. يعني وانت كده حاسس دماغك حتى لو مغمض عينيك ان دماغك معدوله كده مايله الناحيه دي كده مايله الناحيه الثانيه. والديتكشن اوف لينير اكسلريشن. ولا تنسى ان في اليوتريكل بيبقوا عند الفلور دايركتد اب الهير سيلز. في السكيول عند السايد
دايركتد لاترال، الاس مع الاس واليو مع اليو، وهم ميكانو ريسبتور ستريتش ريسبتورز. ده كان النون اوديتوري لابيرنث. انا عارف ان طولت عليكم يا اولاد، بس انا يعني قلت اقول حاجه طويله شويه لاني هتوقف يعني بضع ايام لحد بس ما نعمل تكنولوجي خلي الصوره ترجع تاني هاي ديفينيشن، ان شاء الله نسجل ونعيد البث. وفي النهايه بشكركم على وقتكم، واتمنى اكون افدتكم، والقاكم على خير باذن الله. جود لك يا اولاد.